كان فخر جالس مكتب تحقيق وقدامه سيف ويونس، ما كيشوفش فيهم نهائيا، حاضر راسو كيشوف في الارض. التفكير ديالو حاليا غف اكرام اللي غد راسو وفي النار اللي اعترف لها فيه، وغارق في افكارو سكتجيه لك من سيف خلاصو كيطيح من الكرسي. واش انا كندوي معاك وانت ساكت؟ يلا بغي يمشي لعندو ويشدو يونس وتهدنا صاحبي. تقمنا يونس. فخر وقف رجع جلس بلاصتو بلا ما يدوي ولا يهضر. سيف شافو هكذا كبير زاد تعصب. يونس بالت لي القضية حامضة، جرو خرجو لبرا. تبالك صاحبي خليني بعدا نعرفو واش وقع من لسانو. سيف ويخنزر فيه، واش عرفتي الحالة اللي لقيت فيها إكرام؟ اش غادي نسمع منو مازال؟ يلا بغا يجاوبو يونس، تاكي قاطعو صوت بدر لي غاعرف شنو وقع جاديك الساعة. سيف شاف فيه سيف، جيتي عرفتي ولدك اش دار؟ ويقول له بدر بحسرة، وي عيطات ليا سوريا، هو دابا في نظرك شنو المعمول؟ ولا عيط ما ولدي، هو ارتكب جريمة وكيخصو يتعاقب عليها، دير اللي عليك وانا من عندي ما غاديش ندخل. سيف حرك ليه راسو، دوي معاه ما تحاولش تدخل في هاد القضية حيت ما غاديش نرحمه. بدر ويتنهد قال له صافي غادي ندوي معاه من الاحسن. تخطى ورجع دخل لعند فخر، في حين يون شاف بدر وسولو ما غاديش تدخل عندو؟ بدر بقى ساكت. لا بلاش. دخل يونس، بدر بقى واقف ما بغاش يدخل عنده باش ما يتعرفش، حيت هاد المره داكشي اللي دار راه ما كيتغفرش، واصلا كيلوم راسو حيت هو اللي تصرو. نهد بضيق ومشى في حالو يخلي ولدو كيتكلف بيه. قال السيف مقابل معاه مزير على فكه بعصبيه ما حملتي يشوف فيه. ما غاديش تعترف دابا ياك؟ فخر غاسك تحادر راسو، ضرب قبضه يديه على الطبله بالجد. اخيرا ويشوف فيه. غادي نسولك واحد السؤال. سيف قال له حنا هنا اللي كنسولو انت كتجاوب، واش كتظن بلي نقدر نديرها؟ سيف بقى ساكت شحال كيتفكر داكشي اللي كان كيدير فخر. هو يقول له ديرو وتفوز عليه، حرك راسو بوخا، اذا بصح درسها. سيف زير على فكو يلا بغا يتلاح ليه حتى كيشدو يونس الثاني وريح صاحبي. صافي راه تعرف. سيف بقى كيشوف فخر بكره وصدرو كيطلع ويبط من الاعصاب. دفع يونس من عليه وخرج. إكرام بيزا بعد ما بدلو لها حوايجها عقمو لها جروحها والبلاد مجموعين عليها من غير سوريا إلا شعب عبكة بيزها. أما إكرام طالقة دمعة التماسيح وكتنخصص ليهم، هما كيسكتو يهدنو فيها تنهسات. كل وحدة مشات لبيتها، قمرها زاد طالي كتصوني وتعاود والو، بغات غتسول عليه ولكن تلفونو طافي تاع هي تفتالي مشات نهسات. أما هو بقى الليل كامل تما. مسالات أصبح الحال عاد رجع للدار مشان يشال بيت إكرام. طق حل بنت لي مسكيه باينه فيها ساهيه. نهض ويقرب لها. إكرام شافتي وهي تنطق بصوت باكي. سيف جلس حدا ويشد لها يديها. سمحي لي كلشي بسببي، انا اللي دخلت لداري. يدها كتدمع. سيف خد لي حقي منه. هو يبدا يمسح لها دموع. كوني هانيه ما غاديش نرحمو فهاد المره. إكرام مسحت دموعها وهي تشوف فيه. ما تلومش راسك على اللي وقع، هو من الاصل واحد مجرم وما كيسواش، ودابا غادي يمشي للبلاصه اللي كيستحق يكون فيها. حرك لها راسو بقى يلا بغات تبيع إكرام. ساكت تحد الباب وكتدخل منى قربت ليهم. كيبقيتي حبيبه؟ شويه الحمد لله. يلا نوضي نوضي مشو على الطبيبه. إكرام هي توتر. لا علاش؟ قالت لها منى وين نوضي باش داوي الطبيبه الجرح ديالك؟ يدك كتحرك راسها بلا. لا 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 انا ما بغيتش. الا ما فيك ما يمشيش للسبيطار غتجي هنا احسن. يدها تغوت لا لا انا ما بغيتهاش، ما بغيت حتى حد يقرب ليا. ويشد لها يدها كيهدن فيها. يلا صافي غير تهدني، بغيت نبقى بوحدي. حرك لها راسو بواخا وقف شاف منى. يلا تيا مشيو. منى كتشوف إكرام استغربات قالت له واخا مشى سيف. اما هي بقات شحال كتشوف فيها مصغره عينها. في التالي تنهدات وخرجات. إكرام مع خرجو عاد نهدات براحه، كانت غادي تفرش كون بصح مشات لعند الطبيبه. سيف دخل لبيتو لقى قمر كتنشف شعرها، شافتو حطات الفوطيه تمشي لعندو. علاش شاطلتي خلعتيني عليك؟ جرى ويحط راسو على كتفه. هيت قد ساكته كتطبطب ليه على كتفه. بقى شحال في التالي بعد تكاف الناموسيه غمض عينيه ما دواش معاه، حتى سدات البالكو باش ما تبرطش الشمس. ودازو ايام قليله ويوم المحاكمه ديال الفخر كلهم جاوا باش يحضروا ويسمعوا الحكم اللي غادي تعطى ليه من غير قمر وحليمه اللي بقاو في الدار. فخر جالس مهبط راسو وإكرام جالسه في البلاصه ديال الناس اللي كيشهدوا، والقاضي كيوجه لها الاسئله. وصل السؤال الاخر واللي كان إكرام مخلوف كتعترفي بتهمه الاغتصاب اللي ارتكبها فخر الدين بالله مين في حقك؟ يتشف فخر اللي كان مزر راسو بسات بسخريه وجاوبات بدون تردد. كان اعترف معاه. جالسه
فخر غمض عينيه تنهت نهيضة طويلة. في حين هي وقفات وداس من حداها كتقلق بالظلم تسمع بدا تسمعوا ليه. مشى القاضي وولي معاه ورجعوا بعد نص ساعه وجلسوا هز المطرقه ضرب بها باش ينتابعوا ليه. بما ان المعتدي اعترف بالجريمه الموجهه اليه اكرام هزت راسها وهي تشوف فخر استغربات. وبما ان جميع الدلائل كتشير اليه فكي تعتبر فخر الدين باللامين متهم باغتصاب الانسه اكرام مخلوف. وبهذا حكمت المحكمه صدوريا على المتهم فخر الدين بخمس سنوات سجنا نافذا. رفعت الجلسة. سوريا غسمعت الحكم بدات كتبكي كتغوت. سلمتها هي اما بدر غمض عينيه بحسر على ولدو ما بغيش يتسجن ولكن ما عنده ما يدير. سيف جالس مربع يدي في التالي وقف مشى لعند مو كيسكت فيها. اما اكرام جالسه ببرودة كتشوف البوليس كيربطو الفخر يديه بالمينوط. سوريا غا شافتهم غادي بيه وتجهد البكا مشات باغا توقف ومسا كيشدها سيف وبدر. خرجوا من المحكمة وهي تهبط الدمع من عينيه من هادشي كامل. بقات فيه غير مو اللي كتبكي بحرقه وصوت بكاها وصل برا المحكمه. دير شي حاجه بدر ولدنا غادي يطيح. ما عندنا ما نديرو سوريا هو اللي جابها في راسو. يده تحرك راسها لا لا ولدي ما يديرهاش. تا قال لها سيف شنو دابا كتكذبي اكرام. حضرت راسها وبقات كتبكي. شدها بدر من يديها وخرجها. اما سلمى عينيها حمار من البكا مشات لعند يونس شدات ليه سيف في يديه. واش فخر ما يمكنش ليه يخرج؟ قالها يونس للاسف لا واحد اكرام ما سمحتش ليه فما يقدرش يخرج. سلمى تلقات من يونس وهي تمشي لعند اكرام شدات لها يديها. اكرام حبيبتي عافاك غفر لي هو راه مريض اكرام ماشي لخاطرو. وهي تنطر يديها مستحيل خليه يتعفن في الحبس حيت يستاهل. ضربات فيها ومشات لعند سيف شدات فيه وخرجت هي وياه. وسلمى هبطت دموعها تجاعدها يونس عنقها وبارك منك وعذري هذاكشي اللي داس منه ماشي ساهل ولكن هذاك خويا يونس. نهد بضيق وبقى كيهدن فيه. اما مولا اللي ملي دخلت المحكمه وهي مراقبه اكرام وتصرفاتها ما عرفاتش علاش شكات فيها. وحتى من الفخر واخا عرفاتو في مده قصيره ولكن عارفه بلي ما يمكنش ليه يتمادى لديك الدرجه. ورجعوا للدار وقمر ملي عرفات كتشوف سوريا وسلمى بقاو فيها ما عرفت واش تفرح حيت فخر خدا جزاء على داكشي اللي دار ولا يبقى في الحال على حال سلمى وسوريا. سيف طلع لبيتو طلع عند مو لبيتها غطاها وخرج مشى لبيتو. بنت لي قمر جالسه كتفكر يتمشي لعندو. اه سيف شوف كي دير مع فخر شتي شحال سما ماكو خسك ويخنزر فيها. انتي ما شتي شحال هذيك اللي تعداها لا ضيع شرفها بلعت طريقه وسكتات. تخليش راسك فهادشي يا قمر غير دار الدن بيسال العقوبه. ضرب فيها مشى دخل الدوش خلاها كتنهد. اكرام جلسات بعد ما دوشات بدات لحوايجها شعلت التلفازه كتفرج. شويه جات على بالها اللقطه فاش قال القاضي بلي فخر اعترف بتهمه الاغتصاب. ما فهمتش علاش دار هكذاك. كانت كتعتقد بلي غادي ينكر تواجه مصايب كثير باش تخليه يدخل الحبس ولكن كان العكس. شويه كشرات ملامحها ملي تفكرات نهار سيف ركع قدام فخر وملي بكى في الجرده وابتسمت باستهزاء كتشفى فيه. يستاهل. ودازت الشهور طايره. فقت اكرام قافزه من عشه في قلبها تقدات في الجلسه وشدات راسها حيت المده كامله ونفس الحاجه كتوقع ليها عمرها نعسات مرتاحه واللي كيبان لها فين ما مشات حتى في نعاسها. تبتلات بزاف وبقات لا كتاكل لا كتنعس تحت عينيها ولاو كحلين ضعافت على الاول. الشعور بالذنب كياكل فيها وندمت على النهار اللي طاحت فيه ديك الفكره على بالها. كان كيحسب لها انتقامات غادي تشفى الغليل ديالها ولكن ديك اللذة ديال الانتقام دامت لمدة أيام قليلة وجا بلاصة الشعور بالندم. سيف كان كيساعد باش يفيق حس بشي حاجة باردة على وجهو من يدي حتى على وجهو وكيتحس بشي حاجة من المساغريب. محل عيني كبان لي غير اللون الأبيض. تقاد في الجلسة مسح عيني حلو مزيان شاف في يديه كيلقى لاكخيم. صفر بغضب بقى كيقلب على بعيني عارفه هي مولات الفعله كل مره شنو كدير ليه فاش كيدوي معاك كدير ليه سبب لحم كتقول له ولدك اللي دارها لحم راه سالم من هادي شحال. وقف مشى للدوش يدوش لبس حوايجو وهبط لتحت. حليم وقمر قاسين في الجرده هاد الاخيره اللي كرشها باينه شويه. وصلت للشهر الخامس في الحماله غير بان سيف جاي يتبتسم بالشر. جر الكرسي جلس ويشوف فيها وعيقتي من دوك مقالب الباسلين ديالك هو صافي تنسى ما تكونش معقد بزاف. ما جاوبهاش نهد هاد القهوة ديالو كيخويها في كاسو. في الوالدة قالت له حليمة بيه سبق ناعسة نهد وحرك لها راسو. سوريا بقي لحد الآن قلبها مكوي على ولدها اللي 3 شهور ومسجون. جالسة
سوريا بيتا ساكي صوري التليفون هزات وشافت شكون فراس بغضب. هاد المدة كاملة كل مرة يعيط لها داير سبب شي حاجة. شافت تعيات وجاوبات شنو تاني ويقول لها بدر مسالية. كنت مسالية وملي سولتيني ما بقيتش مسالية. وادوي خلاص علاش كتسول؟ اليوم ما عنديش في الخدمة بزاف وقلت نمشي لعند فخر تمشي معايا. هي تقول له بلا حفايه نمشي واش دير راسك شويه ندوز عندك. قطعت معاه ونط ديك الساعه كتلبس واخا كتمشي تزورو بزاف ولكن ما كتشبعش من شوفتو. هبطت لقاتهم مجموعين كيفطروا من غير اكرام. خلي شافها سيف ويصغر عينيه غادي لعندو تاني ياك وصافي ولدي ماشي لخاطري راه كنتوحشو وكتصرو هكداك. نعدات بحزن وجلسات اما مولا كل مره تشوف الساعه وانا يعني امتى غادي يجي. قال لها سيف قريب. مولا يلا بغات الدنيا تسمع الصونيط. وقفات ومشات كتجري للباب حلاتو كيبان لها واقف هاز باليزا ابتسمت ابتسامة واسعة وتلحس عليه معنقه بابا واخيرا ويعنق الباشير بنتي توحشتك. بقاو مجمعين مع الباشير مدة شوية تلفت منى عند اكرام. ما كنتي مبقيتيش عاجباني شو حالتك كي ولات؟ اكرام يتنهد والو ما بيا والو انا بخير. يتصغر في عينها الله يجعلني نتيق. يتقول لها اكرام بتردد انتي كتصوري بزاف ياك كي داير؟ منى يتبتسم لها بسخريه كي داير؟ تقتلي الميت وتمشي في كناسو. اي والله يمسخك ضربات فيها ومشات خلات اكرام غا كتشوف فيها وكتسول زعما واش زعما فخر يكون قال لمولا شنو وقع بحكم هي كل مره كتمشي تزورو. شويه صافي كيدخل بدر كيدوي مع ولدو عيني على توري اللي مجمع مع الباشير كتموت بالضحك معاه صفر بغضب ويوقف شاف فيها ويلا انتي راه مشى الحال. يتوقف اه يلا وداهم مشاو خرجوا ركبوا ويشوف فيها بدر غادي تبقاي جالسه مع واحد ما كتعرفيش في دار وحده خويا وبكي نزيد مع الطريق خلاص بغيت نشوف ولدي ويخنزر فيها على ديك خويا خوك واخا شاف قدامه دي ما راه موقفو حتى لحدا السجن خرجوا يتبان ليهم منى حتى هي يلا وصلات هبطات مشات لعندهم قالت لها توريا ما فراسيش غادي تجي ولا انا نسقل الفرصه تسمات توريا وشدات فيها ودخلوا بحكم منى بوليسيه وبدر رجل اعمال معروف في ما كيجيو كيوجدوا ليه بغرفه خاصه جالسين كيتسناو فيه تتحل الباب ودخل منه غا شافو ابتسم توريا وقفات ومشات عنقاتو ولدي توحشتك يلا شفتيني غاديك الصيمانه وما كانش بعش منك يا ولدي منى تاهي ويس عنقو عشيري ابتسم لها فخر عنقها شيرتي لاباس عليك لاباس وانت بخير. جلسوا معاه واحد المده مع وقفه باش غيمشي ويتقرب من منى مازال ما بغيتي تعاود لي اش وقع داك النهار ياك ابتسم ويعنكش لا شعره وانتي ما بغيتيش تحبسي نتسول عيط نهد منى حقيقه غادي يجي واحد النهار وتكشف ابتسم لها فخر يلا سيري تنعاودو نشوفو ان شاء الله. اما في واحد البوتيك في المول كانت سلمية ويونس اللي اعترف لها بلا كتعجبو ولا راه بدايه الحب وندمات على داك النهار اللي اعترف لها فيه بقات كترون تبدل واحد الكسوه قالت له بغيتها هز راسو بواخا مشى يشوف الثمن حتى كيلقى 8000 درهم ويقول لها تيدوزي المقدمي لداركم والله ما نتحرك حتى تشري هدية واش كسوه ب 8000 درهم واخا تكون مخيطه بالدم تحركي خلاص. هي تجلس لي تما كتبكي وتغوت تخلات كلشي كيتفرج فيها حتى حرجاتو قدام الناس اللي مراقبينهم عاد ويقول لها اختي نوضي الشوه نوضي والله من تحرك ما خديتيهاش. هي معاه في الاخر شرا لها الكسوه بعد ما قيساتها وخرجوا من تما ودير قرار في راسو عمره يجي معاها لشي مازال وطلبوا في الطوموبيل توصل قدام دار الصيف ويشوف فيها يلا تبتي شويه في داركم راه خبرك كتوصلني وشكون تاب السلامه اللي تقول لي تبتي ما انت خويا ما انت خطيبي ما راجلي بقى شحال كيشوفها في التالي ويض اوكي واش دير راسك شارجي جي غادي نجي نخطب اش غادي تخطب نجي نخطب بسيف ونخطبك انت شكون مثلا سلمى ويس بالعريقه نو نو مازال ما مستعداش واخا يلا هبطي دابا في حالك سلم بعد ونهضروا في هذا الموضوع نوريك مازال ما مستعداش ما جاوباتوش هزات الساشيات اللي خدشر عليها وبطت دخلات للدار مولا خرجات مع عند فخر زادت تلقات الاغاني كتغني وتشطح بلاصه شويه كتوقف مصدومه ملي دخلات في شي حد زعما بوليسيه يا حسره هبطات مشات لعند اللي دخلات فيه بشويه كيبلها هبط باينه فيه معصب شحال شي درتي اسمح لي ما رديتش البال واش نتي ما رديتيش البال ولا تدخلي في طوموبيلتي خويا غتهدين غادي انا نتكلم بها تعصب داك يعير في هذيك الساعه ضحكات بالفقصه هزات يداتها للسما معايا بواحد الكلمه خايبه فصالي الوجه تهضر للجهه الثانيه هادي باش فين ما تبغي تعاير شي بنت
تفكرت صرفيقتي، داك الشاب شافه وعيني حمرين بالاعصاب، ما راضيش خصوصا ملي شاف الناس تما مجموعين عليهم. فاست هو يدي باش يرجع عليها، مولا يلا بغات تعوج لمو ديك اليد تا كيشد عليها شي حد، شاف سوية تصدم، كان ثائر اللي عوج لي يدي. بغيت من يديك على بنت شاب، ويقول له اوه طلق مني راه الكلبه اللي دخلت فيا. ثائر زاد يزير لي على يدي تغوت، قالت له مولا كلبه يا تشوف ثائر عافاك بقى شادو، مشي نجيب الميلو دغيا يلا بغات تمشي ويشد يديها بيدي الثانيه. شاف الدري ووجه لي كلامه سير فحالك انت ويدفع. دري ديك الساعه مشى فحالو خصوصا ملي سمع الميلوط وعرف بلي راه بوليسيه. عادي تشوف ثائر مع الصبا، لاش طلقتي وقيلا نسيتي بلي انتي اللي غلطتي اللي دخلتي فيه وانت مالك اصلا. نطرات يديها من يدي وتخطات تركبات في الطوموبيل ديماري، ما بغاش ديمار ليها، كتحاول والو، غمضت عينها ولات كتصوت وجبدات التليفون باش تعيط، كتلقى طفاه حيت قبيله والسيده طالقه بالاغاني حتى كتسمع الدقه في الشرجم. بقات وسائل حلات الباب دفعات وترجع للور. شنو دوزي نوصلك علاش كاين الطاكسيات؟ تحركي بلا شد الضد وهي تنفعل. ما بغيتش، ما جاوبهاش شده من درعها دار الطوموبيل تركبها مشى لبلاصتو. هزت لي عيط للديبالاج وهي كتغوت ديك الساعه ترا كامله ساكت، اما هي مره تعاير مره تسكت مره تسارح مره تبقى تصوت. المهم فرعت لي راسو وما عفا عليه الله تا وصلها للدار. حضري عقلك شويه في الطريق، راك بوليسيه زعما، دخل سوق راسك شويه، راك ما كتعرفني ما كنعرفك زعما. تائر ويحرك لها راسو، واخا يلا بسلامه اللي ما كتعرفينيش، بسلامه اللي ما كنعرفوش. حلات الباب ومشات في حين هو بقى حاضر. دخلات عاد بسسر ومشى فحالو. سيف دخل الباتيسري اللي خدامه فيه فايزه باش يشري القمر الحلوه اللي باغا، وبحكم هاد المده ديما مسخره لهنا فكان كيتلاقى مع فايزه اكيد. كيقلب على بعيني ما لقاهاش، شويه كيحس بشي حد نغزو من كتفه، ابتسم قبل ما يدور حيت عرف غتكون هي. اهلا، كنتي كتقلب عليا؟ اجتني عجبني ما لقيتكش، كنخلي بلاصتي ياك؟ انتي الوحيده اللي كتفهم شنو كتبغي مراتي. فايزه جمعت ضحكتها وهي تزير على يديها. بحال ديما ياك؟ لا هاد المره بغاتها بالبيستاش. غريب، انا كنعرف الوحم كيكون غير في الشهور الاولى، وعلى حسب ما قلتي ليا فهي فاتت شهر الخامس. وي بتسمنا سيف، عادي ماشي ضروري تكون كتوحم باش تشها. سرطات القمعه حركت ليها راسها بواخا، مشات شمالي داكشي اللي بغا خلصها وداها ومشى، اما هي بقات كتشوف فيه الابتسامه على وجهها غبر. دخل لبيتو الدار بعد ما جاب الخدمه، كتبان ليه قمر بتكيه كتفرج وحدها على شي بس الميموات اشكال وانواع. حرك راسو يمين وشمال، حط لها الحلوه في الطبله ومشى لعندها. اش قلت لك داك النهار؟ اه جيتي، حتى داكشي وقفت تقابلات معاه. شنو قلتي ليا؟ قلت لك مقسم داك التخربيق واغي مع الوحم. ما فهمتش انا هاد الوحم ديالك اللي كيدوم 5 شهور، اش فاهمك انت في شغل العيالات؟ انت قبلها خدمتك اللي دفعك. بالنسبه لسيف الحياه مع قمر كلها مفاجات بركات صدمات، ديما كدير ليه ديك المفاجات اللي كيفقصو مره سوا كيرد ليه ديك المفاجات شويه، وهي الحياه غاده. اما اكرام كتحلم راسها مربوطه في شجره والعافيه شاعله فيها، كتغوت وكتنطر بلاصه بحر الحريق، ولكن حتى حد ما كيسمع ليها. شويه كيبان لها شي واحد واقف بعيد وكيتفرج فيها، حققات فيه مزيان وهي تلقاه فخر. بدات ثاني كتغوت كتطلب فيه يعتقها، كتشوم ديك العافيه اللي كتحرق فيها. شويه كيبان لها جاي وهز معاه السطل، قرب لها وخو على الماء، طفات العافيه وعاد حست براحه. فقط ديك الساعه قافزه من كثرة ما الكابوس جا حقيقي، حست بالحريق ديال ديك العافيه وخا غا حلم. جمعات رجلها لعندها وبقات كتبكي بصوت مرتفعه. منى كانت في الكوزينه هزات قرعه الماء وطلعت حتى كتسمع صوت البكا، مشات لمصدر الصوت لقات جاي من بيت اكرام. تهدات ودخلت نيشان، شعلت الضو كتبان لها قاعسه وكتبكي. مرتاحاش ياك؟ اكرام غساكته وكتبكي. انا ما عارفاش اش وقع داك النهار حيت فخر كان عيان سول فيه، ولكن رغم ذلك ما بغى يقول والو. اكرام هي تشوف عينه حمرين ومدمعين. الا كنتي بصح ظلمتيه فرق عرفتي ذنب عظيم، حيت ربي ما كيبغيش الظلم وغادي يعذبك في الدنيا قبل الاخره. حيت اكرام الله يمهل ولا يهمل، يعني سوا دابا سوا من بعد 10 سنين غادي تعاقبي على اللي درتيه. ولا كنتي بصح ظلمتيه صحي الخطا ديالك، ما حد الوقت باقي ما فات، طلبي المغفره منه هو قبل ما تطلبها من اللي خلقك، حيت ربي عمرو يغفر لك.
الا فخر ما سمحش لك. اكرام غاسه يكتب كتسمع على الدم ما بغاوش يتحبسوا، وانا بقات كتشوفها في الثالث نهدات وقفات. انا هنا العليا درسو الباقي عليك. حسات القرعه مشات مخليها في صراع مع افكارها. مع صباح الصباح لبست حوايجها، جمعت شعرها باهمال وهبطت لعندو من تحت باش تنيشان عند سيف. سيف نعم اكرام، بغيت ندوي معاك في شي حاجه بوحدنا. قال لها واخا. مشات سبقه في حينيه شافت مونا دغيا حيدات عينات بعاتو. مونا تنهدات كتكمل فطورها في البيرو، بدا يسولها شنو كاين خصها شي حاجه. اما هي قاسها كتنهد شويه وهي تهضر. انا كذبت عليكم فخر ما دار ليا والو. سيف بقى كيشوفها ما فهمش. عاودي اش قلتي ما فهمتكش. اكرام ياس بالعريقه، فخر ما اختصبنيش، انا غلفقت ليه التهمه. بقى ساكت كيحاول يستوعب داكشي اللي قالت. حط يديه فوق البيرو وشد بيه راسو، كيهضر وما كيشوفش فيها. علاش اش ننتقم منو؟ انا كاع اللي دار شافتو حاني راسو وسكتات بالعريقه. سيف انا على قبلك درت هادشي، قلتي نهار خلاك ترجع قدامو داك النهار وانا حاقد عليه. كان ساكت غير كيسمع اش قالت. وقف ديك الساعه مشى لجهته بلا ما يهضر، شد من الكول ديال التيشيرت وقفها قبل معاه ونزل عليها بالترفيقات. تزعزعت من بلاصتها وكبدا كيغوت عليها. خويا اكرام خليتيني نمد يدي على خويا وندخلو للحبس. يلا حلات فما بغات تهضر زادت ترفيقه اخرى. دوزت لك كلشي يا اكرام الا تقربي من عائلتي. عائلتي اللي اخيرا لقيتهم بعد اعوام وانا عايش بلا ميهم، تجيب روشه تفرقني عليهم. هبطت راسها لتحت كتبكي بصوت مرتفع، وغاشا فا كتبكي زعما تعصب. دايره قد راسها وزايده بالبكا. عطاها الترفيقه اقوى من اللي سبقوها، تطحت الارض. يلا بغا يمشي لها ثاني كيدخلوا من الباب يسمعوا الغوات ديال سيف. كتبان لهم اكرام في الارض كتبكي وشاده حنكه، وسيف كيعاير وكيغوت عليها. واش نتي بنادم؟ كيفاش عطاك خاطرك تظلمي انسان؟ واش انا هكذا ربيتك؟ واش نتي؟ يلا بغا يهبط لها. كتسبق سوريا اللي سمعتها اش قال، فهمات بلي فخر مظلوم. شات تلحس عليها كضرب وتنتف، واكرام تبكي وما كدير حتى ردات فعل مخلياها كضرب فيها. ولدي يا بطل حرام، ولدي بسببك ضاع. سيف ما حاولش يدخل حتى من حليمه مولا وسلمان الاخيره اللي كانت كتشوف اكرام بكره. بقاو غا واقفين. اما البشير كان واقف بعيد وغا كيستغفر، حتى هو ما قادرش يدخل حيت شاده هادشي اللي دارت اكرام. هاد المره راه لا يغتفر. القمر الوحيدة اللي بقات فيها إكرام مشات كتفك في سوريا من عشاء. شافها السيف ويشدها من دراعها. حيدي يتنتر منه. مشات لعند إكرام وقفاتها ودارتها وراها. قمر حيدي دخلي سوق راسك. لا واخا غلطات ما تحاموش عليها. سيف غمض عيني معصب ورجع حلهم. ما بغيتيش تحيدي؟ يا تقول له بدون تردد. لا سيف هز يدي حتى السما كيهبط عليها بصرفيقتها، كانت غادي تطيح كل ما شدات في راسها. يلا حيدي دابا. دفع مشى لعند إكرام شدها من شعرها غادي بيها. سوريا طاحت للارض كتبكي وتشهق. كانت حاسه باللي ولدها ما يديرهاش، حيت واخا كان مريض وكان كيشفر، ولكن راه عمرو وصل للمرحله اللي تخليه تكرفس على بنت. قمر شاده في حنكها قص حنيت، وغا شافت وجر اكرام سبعات ومن تحت مشات وقفت قدام وحابسه. لا سيف خلينا نحل المشكل قبل خاطر. ما دواش مع حد ودفع بشويه من حدا وكمل طريقه. توقف صوت الباشير اللي كان هابط مع البنات، وسوريا كترعد شاده سلمى. سيف دار شاف فيه ويقرب ليه. فين غادي بيه ولدي؟ الحبس. قمر شهقات من الصدمه وهي تمشي لعندو. واش تسطيتي؟ خنزر فيها وحول شوفاتو كاع اللي تما. حتى واحد ما يحاول يدخل في هادشي اللي غادي ندير. ويشوف اكرام بكره. هاد اللفعه انا اللي دخلتها لداري وانا اللي غادي نتكلف بها. واش توصل بها لدرجه تظلم واحد ما دار لها والو؟ شرا من شعرها تتأوهات. خويا يا حسره فخاصها تدخل للحبس وما تعاودش تقرب من هاد العائله مازال. البشير قرب ليه نصر ليه اليد اللي شاد بها شعر اكرام. اجي اجي ولدي خلينا ندويو بعدا عاد نشوف واش نديرو. مي البشير عافاك ما تدخلش، خلينا انا اللي نعرف اش غندير معاها. عيقات وضغط بزاف، سكت ليها على شحال من حاجه، ولكن انت لهنا احبس. قالو البشير ما تنساش ولدي باللي حنا اللي ربينا وبالخصوص انت، داكشي علاش اي حاجه دارتها حتى حنا السبب فيها، حيت الفشوش ديالها اللي تصرها، ولكن الدين اللي دارت كتبقى بنتنا. اكرام مسحات دموعها ويتقابل مع سيف. انا مستعده نعترف بالحقيقه وندخل للحبس. قمر شداتها من يدها ويتجرى لعندها. تبتي وسكتي. سيف بقى شحال كيشوفها وكيخنزر. اكرام دغيا هبطت عينيها ملي شافت الشوفات ديالو.
اول مره يشوفها بحال هكذا، بحال لا عايفه مبقاش حاملها. زفر زفره طويله وخرج، اما قمر شدات اكرام وداتها مع لبيتها. البشير تنهد ومشى عند سوريا كيسكت، فحيت ما بغاش تحبس من البكا. سيف خرج معصب، دمارة نيسان مشى عندو، مشى عندو للسجن. ما مشاش لديك الغرفه، وانما مشى للمكان ديال الزياره واللي كيكون فيه واحد الحيط زجاجي كيفرق ما بين السجين والزائر. جر سيف الكرسي وجلس كيتسنى فيه حتى كيتحل الباب داخل. غاشا في سيف تصدم، حيت هاد المده كامله عمرو اللي عنده تهدم ومشى جلس مقابل مع خوه. بقاو كيشوفوا في بعضياتهم شحال تنطق سيف. علاش سولو فخر؟ شنو علاش عزرفتي وانت ما داير والو؟ فخر ويحقد حواجبه، كيفاش اكرام عودت ليا كل شيء؟ فخر سكت مدة عاد هضر. سولتك واش كنظن بلي نقدر نديرها، جاوبتيني به، اذا اعتبرني درتها. ويقول له سيف ما كانش عليك تعترف جريمه انت ما دايرهاش، ما كيهمش دابا. سيف وايت نهاد وضيق، بالنسبه لاكرام غادي تخليك انت تختار شنو دير معاه. يمكن تدخل الحبس على داكشي اللي دارت، ولا بغيتي تعاقب كاينش اللي غيوقف ضدك. فخر ربع يدي بقى شحال كيشوف فيه في التالي ويسولو، انت تقدر تشوفها داخل الحبس؟ سيف ويحيد عينيه، حرك راسو بلا. ويتنهد فخر، اذا ما كاينلاش. ويشوف فيه مستغرب، متاكد؟ حرك لي راسو بقى شحال كيشوف فيه. كان عليا نسمع منك قبل ما نتصرف، سمح لي بزاف اخويا. قال له فخر، تانا كو كنت بلاصتك وشفت سلمى في ديك الوضعيه كنت غادي ندير بحالك اكثر، ما تلوش راسك. ولكن انا خا هكاك ظلمتك. يقول له فخر، اذا غادي ندير واحد الحاجه باش انا ما نحقدش عليك وانت ما تبقاش حاسب الذنب. ويسولو شنو هي الحاجه؟ غادي نعتبروا 3 شهور عقوبه ليا على كاع داكشي اللي درت قبل وفلت منه. سيب ساس وحرك ليه راسو، اذا غادي نخليه يتنازل ليك وغادي تخرج مباشره ان شاء الله. ويوقف فخر، واخا خليك دابا، نهار تخرج غادي نجي لعندك. ابتسم ليه فخر وقال له ان شاء الله. توادو خرج سيف، راجع للدار كيلقى منى وحليمه وبشير جالسين. سولهم فين هي الوالده؟ قالت له منى نعسه بيتها ومعاها سلمى. وهاديك؟ يتنهد مع قمر. طلع لبيتو بلا ما يجاوبها، حل الباب كتبان لي اكرام حاطه راسها على حجر قمر كتشحق وتنخصص. كشر ملامحو بغضب مش العندانيش نشدها من دراعه، وقفتها قفزات مخلوعه منه. سيف شحركي قدامي ويا توقف يا قمر. سيف الله يهديك، ومنيتك باغي تدخل الحبس ماشي حل هذا. غادي نقولها لك اخر مره قمر، ما تدخليش راسك في هذا الشيء. ويا تغوت، كيفاش ما ندخلش؟ على شكون جابها النهار الاول؟ ياك انا يوم الحقي سيدي ندخل. ويشوف فيها بسخريه، بصح جبتيها ها وربتي خليتيني واحد معاها. تلا يدها وجر مع اكرام، خلي قمر مصدوم من هضرتو. خرج لبرا حلها الطوموبيل، دفع سد عليها الباب ومشى ديمارة. ما زاد موقف حتى قدام الكوميسارية اللي غا شافت إكرام بلا طريقة غتموت من الخلعة. عاد دخل مباشرة للمكتب، تقابل معاه وحط له ورقة وقال له وقيلة تنازل. يا تشوف فيه مصدومة، كتشوف في الورقة كيفاش؟ عندك الزهر، فخر تقى فيك وجا الله، ما كنتي غادي تدخلي الحبس تربي مزيان، يلاه وقع خلاص. دمعو عينيها وهزات السيلو كتشوف في الورقة في التالي بصح دمعها وقعات. دابا فخر ولا قاضي يخرج من الحبس بعد ما يخلص الكفاله ديال الحق العام واللي قرر سيف يتكلم به. ولكن رغم ذلك السجن العادي ديالو غادي يبقى ديما موسخ بجريمه ما عمرو ارتكبها، ولكن راه لا جرائم السرقه ولا الاعتداء اللي كان ارتكب من قبل. وبهكذا تحققت العداله. دازوا ايام قليله واليوم غادي يخرج فخر من الحبس بعد ما سالوا الاجراءات ديال التنازل وسمحوا ليه بالخروج. وفعلا خرجت القالي سيف جرو عنده عنق عينق طويل، وفخر تاهو بادلو داك العينق. على سلامتك. الله يسلمك، مشي وكلشي كيتسنى، نهد فخر وقال له واخا. كانت الفيلا مرونه، كلشي كيوجد خصوصا سوريا اللي في الكوزينه كتوجد لي كاع الشيوات اللي كيعجبوه. اما اكرام في بيتها النهار وقال لي وقع فيا في بيتها، ما كيشوف حد ما كتشوف حد من غير قمر اللي كتطلع عليها وتطلع على الماكله، حيت الاخرين دايرين بحال لا ما كايناش. وصلوا للدار لقاو داك الجو اللي كان زوين، كلشي يعنق فيه ويبوس يسلم عليه. عاد جات سلمى حتى هيايا تشبعو تعناق. اكرام بيتها غادا جايه كتفرك في يدها بتوتر باغا تشوف، ولكن ما عندهاش الوجه اللي تواجهو به. هيا تصبر في التالي قررت تشوفها من بعيد. حلات الباب يلا بغات تخرج، كيبان لها واقف قدامها سيف. تبعيني، مشاو تبعاتو هبطو لتحت، مشاو للصالون.
فين كانوا مجموعين. وقفت حداهم حاضرة راسها، ما قدرش تشوف فيه من كثرة ما حشبانة منه. أما هو شافها شافة وحدة وحيد عينيه مصدوق من شكلات بتلات بزاف على آخر مرة شافها. التعب والإرهاق باين عليها. جلس سيف ويشوف فيها، يلا طلبي منه الصباح قدامنا كلنا. شاف سيف ورجعت شافت فخر ما كانش كيشوف فيها. اسمح لي أنا داكشي اللي درت. بقى ساكت ما جاوبهاش، فحين سيف حرك راسه، ودابا جمع حوايجك خرج عليا من الدار. كل شي شاف فيه بصدمة. قمر يلا بغا دخل ويقطع بيديه. هاد الجملة غادي تطبقين المرة الجاية إلا حصلت عليك شي حاجة ولغة بسيطة، حيت كنقسم لك بالله إكرام والعقل عليك. حركات ليه راسها بوخا ودمعها بطين، كتمسح فيهم وقفت ديك الساعة لبيتها، مقدرتش تزيد تبقى ولو دقيقة معاهم. قرر فخر أنه غيرجع يعيش مع باه. عيا فيه سيف ولكن قالو راك عارف لي كاين، ولا غنبقى نجي نطلع عليكم مرة مرة، خليها على خاطرو. طلع الفوق كتبان له قمر غير شافته دورات وجهها. من داك النهار ما بقاوش كيدويو مع بعضياتهم، مقلقه منه من ديك الترفيقه اللي عطاها ومن الكلام اللي قال، وهو معصب منه حيت ما سمعتش ليه الهضره فاش قال لها ما تدخليش. ديك الساعه مشى دوش جات كبلاصتو، ما هضر معاه ما هضرت معاه. غمض عيني يلاه كيدي نهاس، تفق قافز من الغوات ديال القمر، شاف لقاها شاده كرشها ومكشره ملامحها كتوجع. مالك في الوجع ويمشي لعندها واش بزاف. حركات ليه راسها بقاه، ياك ما غادي نولد تولدي في الشهر الخامس نوضينو ديال السبيطار. يتشد ليه في يدي بلاتي لبس حوايجي، جاب ليها ما تلبس، لبست من الخف عاد خارجه هي وياتها. وصلوا حدا الدروج وهي تشد ثاني في كرشها. اه يلا ما بقيتش قادره نمشي نتمشى. شافها يلا غادا تبكي، يلا صبري 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 حنا نوصلوا عند الطبيبه. لا هادشي كيتشهد بلا عريق ومخلوع، هزها من الخف هابطين خرجوا ركبها مباشره غادي لا كلينيك. الطريق كله وهي كتبكي وكتوجع، بقى مخلوع عليها خايف لا توقع عليها شي حاجه ولا البيبي. تخرجت عندو الطبيبه ديك الساعه قالت له ما عندك لاش تخاف غير وجع عادي. استغرب سيف متاكده، ولكن الوجع راك مجهد. لا لا حتى حاجه ما خطيره، مالاتك بخير وتا الجنين. الحمد لله شكرا العفو. مشات فحين هو دخل لعندها لقاها متسكي على وجهها ابتسامه شيطانيه. غا شافتو جمعاتها وكشرات ملامحها شاده في كرشها، وي صغر في عيني. جمع فمو متشكي قرب لعندها وجر كلسي. صحيتي؟ هي تشوف فيه كيفاش هادشي كامل درتي باش تنتقمي من على داك النهار ياك. هي تخرج في عينها، كيفاش عرفتي؟ ويهز فيها حاجبو زعما شنو كتقول. صيف ويتنهد، ودير عقلك اخامر هادشي راه ما فيهش الضحك. واش نتا هبيل اش من ضحك؟ يلا تهزي تهزي يلا في حالك. نو راه باقي فيها الوجع. سيف شاف شي شوفات خلوات نوض ديك الساعه. الله على راحه صافي دابا مشى الوجع. والله زيدي قدامي ما غادي تولدي تقتليني انت بالفقصه. قمر يتخنزر فيه، علاش كتدوي معايا اصلا؟ ما تهضر معايا ما نهضر معاك. واخا دابا يلا غل الدار خليني بعدا الناس راه عيان. خرجوا رجعوا للدار. سيف طلح نعس نيشان، اما هي رجعت هزات التالي كتفرج فيه حتى نعس. الكرام واقفه ورا باب الفخر، الباب ديال البيت بيت فخر متردى واش تدق ولا لا. في التالي تشجعت ودقات، ما هي الا ثواني حتى كيحل الباب. غاشا فرجع بغا يسد الباب حتى كتحبسو بيديها. عافاك اسمع ليا بعدا، ويبدا كيصوت سيري في حالك. عافاك نتوي معاك. دفعت الباب ودخلات، وغاشا دخلات رجع خطوات اللور. انا عرفت راسي غلطت معاك، ما كانش خصني نتمادى لديك الدرجه. شافت فيه وشدات ليه في يدي، ولكن دغيا نترها. داكشي اللي كان وقع قبل خلاني نحقد عليك، وكان كيحسب ليا الا انتقمت منك غادي نرتاح، ولكن وقع العكس. فخر انا ما بقيتش كنعس على راحتي، بغيت كتسمح لي باش نعيش مرتاحه. ويقول لها فخر بحقد، غادي تعيشي حياتك كامله في العذاب حيت انا عمري نسمح لك. ودابا خرجي عليا راه وجهك ولا كيعيفني. هاد شحال كتشوف فيه بلعه طريقه بغاصه وخرجت من عنده. عاش فخرجات مشى للدوش بقى كيغسل اليد اللي قاسو فيها بهستيريا، شحال هو كيغسل تحس بها. تنقات عاد حبس. فقت قمر الصباح يلا بغات تجبد يدها وتكسل حتى كتحس براسها ما تقدرش تحركهم. حلات عينها وهي تشوف جنبها، ويبان لها سيف جالس في الكرسي مربع يديه كيشوف فيها. حولت عينها لدا لقاتهم بجوج مربوطين مع الناموسيه. بقات تحرك رجلها لقاتهم تاهما مربوطين. نهدات وهي تشوف سيف. صباح الخير. صباح الزفت حل عليا هادشي، ما بغيتيش ديري عقلك؟ قلت علاش لا اللي ما نديروش لك انا. قلت بالعريقه اه هي شنو ناوي دير؟ هادي غادي تشوفي.
مشى جبد واحد الريشه طويله وقف ومشى جلس حداه ويتخرج في عينيه. لا سيف لا، عاد غير كنتهر تماما. مد الريشه وبقى كيدوزها بشويه، كيهرويه كتنطر وكتضحك كتضحك، وكيقول لها باقي تعاودي؟ لا 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 والله ما نعاود، باقي تخلعيني بحال البارح. قلت لك لا بس كتموت بالضحك. عاد لحديك الريشه ويشوف فيها مد يديه كيتحسس حنكه بحنان. سمحي لي على داك النهار ويتكشر ملامحها زعما غضبانه. تبقاش تضربني، ما بقيتش نضربك. وديك الهضره اللي قلتي ليا اسمعي ليا كساود مع الصب، حتى انت بقيت تسمعي الهضره. هي تحرك لي راسها بقى، واخا يلا غير طلقني. مشيو عند فايزه اللي كانت خارجه من ظهرها، كتلقى لها امين في الدرب. شافته وهي تصفر بغضب، اش كاين تاني؟ مازال ما بغيتي تنفذي داكشي اللي طلبت منك ياك؟ غادي نفذ، غير عطيني وقت. عقل على التفاصيل ماشي بزاف. اوكي اسمعي مزيان، بما انك تقربتي منه فغادي تستدرجي لعندك، غدير ليه منوم يخليه ينعس. شوف داك الوقت غادي تحاولي تسويني راسك بلي راه تغتصبتي من طرفه. واهم حاجه صوري مسرح الجريمه. بغيت غنفهم علاش هادشي كامل. ويقول لها امين بحقد، بغيتو يتطرد من خدمتو كيما ما طردني حتى انا. حركات لي راسها بواخا، ويا ويلك تقولي ليا تاني باغا تنسحبي على قبله، حيت هاد المره كوني اكيده ما غاديش ندوز عليك بسهل. حتى فلوس علاج امك نسايهم، فهمتي؟ بدات كتحرك لي راسها دليل على الموافقه. مزيان يلا تيسري. خنزرات فيه ضربات فيه مشات، غتخطات ويا طرت مع شفيفه ابتسامه شيطانيه. هزات التله ديالها وضغطات على شي حاجه، عاد رجعت لبلاصتو. قررت قرارها اللي مستحيل تراجع عليه، خاصها تعاود لسيف الحقيقه باش تبعد على امين بعدا من الطريق، وباش تبدا هي وسيف علاقتهم من جديد بلا مشاكل. سيف كان في الخدمه غادي لمكتب يونس، كيوقف ملي شافها جايه ربع يدي كيشوف فيها. هزت عينها وابتسمت وقربات. سيف فايزه لاباس عليك؟ بخير وانت؟ الحمد لله. شنو جابك هنا؟ جيت ندوي معاك على واحد الموضوع. عقد حواجبه باستفهام. واخا اجي معايا المكتب. مشى سيف وفايزه تابعه. دخلوا جلسوا بجوج بهم ديك الساعه ولا شنو واقع. غادي ندخل في موضوع نيشان، انا جيت باش نفضح الخطه ديال امين. ويعقد حواجبه. شكون امين؟ شمن الخطه؟ امين اللي كان خدام معاك ويتبدلوا الملامح ديال وجهو، والخطه هي هادي. هزات التله ديالها، خدمات تسجيل وخلاتو كيتسنط ليه بتركيز وهو مربع يديه. فايزه بقات حاضيه وهي كتفرك يديها بتوتر تسال التسجيل. عاد شاف فيها انا من الاول تقربت لك على قبل الخطه، ولكن في ثاني ما قدرتش ننفذها حيت عمرني شفت منك شي حاجه خايبه، بالعكس كنتي ديما كتعامل معايا مزيان. سيف بعد مده من الصمت ابتسم باستهزاء. امين اصلا مكلخ من حساب ليه، تقدري تستدرجيني لعندك حيت هادي هي اللي عمرها تكون. فايزه بلعها طريقه ويتحضر راسها، ولكن حتى انت كتعتبري ضحيه هنا حيت كيهددك ماماك اللي مريضه على حساب ما سمعت في التسجيل. فايزه وهي تشوف فيه، وغادي اديني العرب اللي فتحته. ما تخافيش، بما ان الدليل كاين فغادي تعتقل مباشره. وانا انت مالك؟ حتى انا غادي نتعتقل ياك؟ لا انت ما عليك والو حيت كنتي تحت تهديد. عاد نهدات براحه وابتسمت لي. شكرا اسمح لي بزاف. بدل الابتسام وحرك لها راسو كي خصني نمشي. واخا تفضلي. وقفات فايزه وقف معها سيف جوج جهه الباب. يلا بغات تخرج ويشد لها يديها، كيشوف فيها بقات كترمش في عينها بتوتر، خصوصا انه كان حاضي ملامحها بتركيز تام وكيدير فيها شوفه تخلاوها تذوب. ولي زاد كمل عليها فاش مد يديه كيحيد لها الشعر اللي كان برصتها وكيرجعه ورا ودنيها. بعد مده من التحديق وينطق جي. فايزه غمضت عينها وهي تقول له بصوت خافت، انا مالي؟ بعد على وصغر عيني، ما عرفتش شو ولكن كان جيني كتشبهي لصاحبي. فايزه ديك الساعه حلت عينها بصدمه، شنو هي هادي كتجيني لصاحبي؟ وتشوف فيه ضحكات من الفقصه. كتشبه لصاحبك؟ وي ديما كنبغي نقولها لك، ما كرهتش تنق عليا من الغدايد. واخا يلا نخليك دابا، بلاتي نعطيك المرتي لو وقعت شي حاجه عيطي ليا. عطا سيف النمره وخرجت من عنده وهي مزير على قبضه يده مع الصبا، كانت كتسنى يقول لها شي حاجه رومانسيه في الاخر شبهها بصاحبه. بعد يوم متعب في العمل رجع سيف للدار، دخل البيت وكتبان ليه قمر واقفه كتقاد الميكاب اللي فوق الكوافيس. مشى لعندها معنقه، توحشتك. طلعت لعندو سيف بساسمة تانا وحط يدو على كرشها كيبقى ولدي، حطات يدها فوق يدو. قلتك لاباس عليه،
هي تشوف فيه وجدت لك الدوش وغادي ديري فيا خير. ابتسمت ونطقات واخا يلا تخطات وبغات تمشي للدوش وهي توقف مصغرة عينيها ورجعت لعندو تعلات على صبع رجليها حطتني في على حوايج وكتشمشم يتبعد عليه شافت فيه مخنزرة هادي ريحة ديال البنات مع مين كنتي؟ في الخدمة وهي تهز حاجبها كيفاش الخدمة؟ واحد البنت سميتها فايزة كانت عندي اليوم في المكتب قدرت تكون لصقات فيها ريحتها يتربع يده ويتقرب ليه وهاد فايزة اش كديري عندك في المكتب؟ والخدمة قمر واش الخدمة اللي خلات ريحتها كتلصق فيك؟ وعلاش كتسولي؟ حيت ما حقي نسول كتغيري؟ كتدور فيا بعد على ويتاسم كاين والو من داكشي اللي كتفكري فيه من الاحسن حيت الا كانت شي حاجه من داكشي فاش كنفكر ما نعاود ليك شنو ممكن ندير صيفو يضحك ضحكه خفيفه بغيت نعرف شنو غادي ديري باش رد البال ويتهز حاجبها شفتك بحال ناوي عنقه وتنهد نيضه طويله حتى وحده ما تجي بلاصتك اصلا هي تقول له بثقه عرفت صيفو يبتسم غادي توجد ليا الدوش ولا نمشي نوجدو راسي غادي نوجدو ليك انا حرك لها راسو فعلا مشات توجد ليه الدوش توريه في بيتها حتى كيجيها اتصال من عنده ثاني من قبيله كيعيط كتقطع كيعيط كتقطع زاد تلاوي تجاب وعيقتي بدر ويغوت في كتي من الصباح وانا كنعيط الشريف علاش كتغوت كتي معاك داكشي علاش ما جاوبتيش شكون هذا اللي كسمعاه ويدق تحت سنانو داك البشير ولا ما نعرف سميتو البشير راه مشى لدارو عاد ويتنهد مزيان اصلا ما عنده ما يدير في دار عمره نسى سوريا وهي تقوس حواجبها بلاتي بلاتي انت مالك اصلا المهم اش خباركم كلنا بخير وفخر لاباس عليه توحشتو ياك يلا كان عندك الصباح وهي تنهد ما كرهتش يبقى معايا ديما بقى ساكت في التالي عاد نطق بصوت خافت ايوا رجع لدارك سمعاتوش اش قلتي والو والو المهم بسلامه قلت له بسلامه بعد ما خرج سيف من الدوش وقال القمر بلي باغي ينقص شعره هي تقول له ابدا ما تنقصوش انا عاجبني هكا ولا راه طوال قمر ولا ولا قطعتي انا شنو غادي نتف وهذا السبب اللي يخليني انا نقصو ايوا صافي انا نقصو لك عندك ديري شي روينه لا لا ما تخافش راه عارفه كيفاش ندير واخا يلا بلاتي نشوف فعلا مشات جلس في الكرسي وهي هكا كدير بالمقص بشويه طق 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 تسالات فيه تقول له ساليت بلاتي نشوف داك يشوف المرايه لقى شعره هو ويشوف فيها والله يمسخك وصافي خليها هكذا كيعجبني نهدو حرك راسو ويلا زيد يلا ارتاحو شو يتسولو تاع عمرك تخليني ياك لا وهي تشوف فيه مخنزه متاكد متاكد علاش كتسولي والو غير جاب بالي هذا السؤال بغيت نعرف جوابه يلا صافي سكتي خلينا نعسو صيف غمض عيني في حين القمر بقات شحال كتشوف فيه في التاليت نهدات ونهسات وجا صباح جديد هاد الصباح اللي مشات فيه كرامته لعند فخر الشركه حتى كيلقاها قدامه تجاهلها وخلاها واقفه كتشوف فيه من بعد وعيطات لي ومشى نهدات ما عرفاش ما دير كل مره كتبغي انها تعتذر ليه ولا ترجع علاقته كي كانت تحسنات ولكن والو كيعطيها النخال مشاو نديرو واحد الاطلال عند يونس اللي كان هو الصديق من ايامات الميتم مع سيف واحد المره كان مره كيشوفها كدير الميناج عندهم شاف واحد المره ثاني كدير الميناج في المول وبقى دوك الملامح ديالها جاو مغربش عليه فين ما كيشوفها كيتسلل الشكل مخه هو الام ديالو تخلات عليه صغير ولكن عاقل على الملامح ديالها بقاو محفورين حتى طلب منهم انهم يجيبوها لي دخلات عنده كيشوفها وكيتنهد ملي سولها شنو الاسم ديالها وقالتو ليه غمض عينيه عصرهم كان احساسه وهذاك ما خيبوش واخا ما عقلش على مزيان ولكن كان عنده شعور قوي باللي هذيك هي مو اللي تخلات عليه قاسك شحال وينطق ما عرفتيني شكون ياك قاسك تحقق فيه في التالي حركه راسها بلا عقلتي على واحد الولد صغير كنتي خليتي حدا الميتم قلتي ليه غادي ترجعي ومن تما بقى شافك حسات بقلبها في هذه اللحظه طاح من بلاصتو وعاود رجع يديها وشفيفه كيترعدوا عينيها دمعول سالات تعقد مابقاش قادره تهضر تا يونس ما جاوبهاش بقى غير كيشوف فيها كيفاش كترعد عاد بشره وهي تبلع ريقه واش انت ولدي يونس ويقول لها بروده يمكن لك تمشي فاش تمشي لعندو كتبكي ولدي شدات لي يدو انت راه خرجي حركت راسها بالله وزات تقربات منه تقفزات من غواته خرجي بقات كتشوف فيه وتبكي خرجت من عندو جلست في الدروج برا الكوميساريه
كتبكي بحرقه وشاده قلبها تعيات ومشات فحالاتها ورجع كيكمل خدمته كيحاول يهدر راسو. وكانت فايزه جالسه في الصالون ديال دار غمس الصغير تكت تدخل لما عينها حمراء يمدوا بينها فيها باكيه. تقات لها فايزه ماما مالك؟ ماما جاوبتهاش خطاتها ومشات نيشان البيتا سدات عليها. بقات كتشوف فيها فايزه بغات تبعتها كيصوني التليفون ديالها هزاتو تشوف شكون فرحات ملي قرات سميتو. جاوبت ديك الساعه الو سيف وي فايزه لاباس عليك؟ الحمد لله. المهم عيطت لك باش نقول لك بلي امين راه تشد بقى عندك مناش تخافي. الله اخيرا تهنيت منه. ايوا هادي تعلمك. غايقول لها بحده المره الجايه خليك بعيده من هاد التخربيق. كتبتات مليح واخا يلا نخليك. قطع وخلى حاطه الدلع على قلبها كتنهد بحب كل مره كتاكد من طريقه معاملته لانه حتى هو كيبادلها نفس المشاعر. يقدر يكون ما باغيش يعترف غير بسبب قمر اللي كتشكل لهم عراقيل. ممكن لك كانت الخطوة الأولى من طرفها فغادي يعترف لها حتى هو حتى الشي اللي كتقول بينها وبين راسها. وفعلا دازو أيام قليلة وجا يونس يخطب سلمى. سلمى اللي كلشي تقلب عليها تخلعات اليوم تا ولات كتقول لهم صافي رجعوا حتى غمتات على ما عاد نزلت عندو. وأخيرا مع وافقات مع زغرتات حليمة وتورية. أما يونس كان كيبتسم فرحان وين دخل باشير إيه والله يجعل كلشي مبارك ومسعود. وداك داك النهار اللي اتفقوا فيه على الخطبه اللي غادي تكون من بعد 3 سيمانات. اما العرس خلاو ليونس وسلمى اللي يقرروا بشويه عليهم امتى غادي يكون. وجا نهار جديد اللي كانت فايزه فرحانه مقرره اليوم ديال الخطوه الاولى متاكده باللي كلشي غادي يكون كما كتمنى. خرجت لابسه اجمل ما عندها كسوه صيفيه في الزرق فاتح طالقه شعرها ودايره ميكاب خفيف. شدت الطاكسي لعندو خدات نفس طويل ودخلت المكتب. لقاتو كيدوي مع قمر ويكيضر قيسي. قالت له قمر واش فرمادي في علامه صفراء؟ وي هو نجيبو ليك؟ لا لا بغيت غنعرف واش نسيتو في الدار ولا في شي بلاصه اخرى ماشي مشكل ترجع لي. قالت له اوكي. قطعت معايا يلا بغات تخرج من البيرو وهي ترجع بقات كتشوف الملف معوجه في امها في التالي هزات وقررت انها غديه ليه. فايزه بعد ما عطى سيف لإذن الدخول غشافه ابتسم قربت لعندو وجلست مقابله معاه. فايزه ياك لاباس؟ والو باس غير جيت باش ندوي معاك. واخا تفضلي. بغيتك تسمع ليا حتى الاخر واخا؟ حرك لها راسو بواخا. خدات نفس طويل يتشوف في يدها كتعاود ليه. سيف اول مره شفتك فيها فاش عتقتيني من هذاك اللي كان باغي يتعدى عليا وصورتك كانت ديما في بالي. من بعد كنت مضطره انني نبان قدامك في كل مره على اساس صدف وصافي. ولكن في كل مره كان تعاملك معايا كيخليني نزيد نفكر فيك حتى لقيت راسي معجبه بيك. بحال والو الكل كان بغيك ومغربه بيك. وانا عارفه بلي متاكده انك كتبادلني نفس المشاعر ولا ما كنتيش كتعاملني بهذه الطريقه. كان ضد السبب اللي خلاك تخبي هذه المشاعر هو شعورك بالذنب تجاه مراتك اللي حامله بولدك. ولكن تبان بلي ما كتبغيهاش يا سيف. انا غادي غير تظلم راتك وتظلم معاك. طول كلامه وسيف ساكت كيسمع لها بتركيز تام ما حاولش يقطع بتاتا. فايزه يلا بغات تكمل كلامها حتى كيسمعوا الباب تحل على جهده. كتدخل منه قمر اللي حولت تشوفها ثاني شال فايزه ضحكات بالفقصه وقربات ليها لحت الملف مدتي الدار نتفت عنيت. سبحان الله ملي شفتك اول نهار وانا ما مرتاحش لك يا خطافه رجال. دابا انت انسان اللي كتحرضي راجل باش يتفارق مع مراته اللي حامله ولده. فايزه كانت غا شاده القمر في يدها وكتغوت. اما سيف عقد حوايج وقف ديك الساعه باش شد القمر يده تلقي وتخنزر فيه حيد انت شدي يديها زايره لا تتقصحات ويطلق منها. فايزه وقفت كتبكي وهي تشوف سيف عينها مدمعين وخرجت كتجري. يلا بغا يتبع ويتشدو قمر ما تمشيش تلقيها قمر ما تبعهاش يا سيف. باكي يشوف فاش حال في التالي نصر يديها ومشى تبع فايزه. قمر غا شافتو تبعها لسات في الكرسي شاده على قلبها كتبكي. مشى بالجرا هو تبع فايزه اللي كتجري وتبكي. خرجت من الكوميساري غادا نيشان بلا ما تشوف اش كاين حداها لدرجه دخلت للشانطي الطوموبيلات غاديين جايين. وكون ماشي سيف لي جرى لعندو بجد كانت غادي تدخل بشي وحده تغوت عليها. اش باغا تموتي؟ بغيت نموت بغيت نموت. سفر بغضب وشد من دراعه جرى وراه مشاو لجهه طوموبيلتو ركبها وديما راه زاد هاد المشهد. شافتو قمر اللي كانت يلا خرجات باش تشوفو فين مشى. قمضات عينها بحزن مخلي الدموع هابطين كيتسابقو. بكات تشبعات حتى لي ركبات طوموبيلتها رجع للدار. سيف ما وقفت قدام البحر هبط وبدات فايزه مشاو تقابلو مع البحر فوق واحد الجرف وبقاو شحال ساكتين. كان داير يدو في جيابو ويتنهد. اولا بغيت نعتذر منك بلا قمر على داكشي اللي دارت ونعتذر منك حيت خليتك تفهمي غلط.
التعامل اللي كنت كنتعاملو معاك ما عنده حتى علاقه لا بالحب ولا حتى بالاعجاب ولا غير بسيط، حيت انا هكذا كنتعامل مع كل شيء. ثانيا انا فايزة ما كنبغيكش، عمرني نبغيك، والشخص الوحيد اللي كنبغي هي قمر، عمر شي وحده غتجي بلاصتها لا انتي لا غيرك. نهاد ويشوف فيها شي بنت الناس مربيه ومزيانه، ما تخليش هاد التخربيق يلعب عليك ويرجعك وحده خايبه. سيني وحيدين من بالك، حيت من الاول عمرني كدبس عليك ولا وهمتك بشي حاجه. كنتي عارفه مزوج، وانت دابا عرفتي باللي كنبغي مراتي ومستحيل تفارق معها، تتفارقنا الموت سواء حامله او لا. سكت شويه ملي شافها حاضره راسها كتبكي، كنتي تستاهلي شي ولد الناس احسن مني. اما انا ماشي ديالك فايزه، كنتمنى تكوني فهمتي هضرتي مزيان، بالاحسن ما نعاودوش نشوفو من القدام. نهاد وتخطى غادي للطوموبيل تركب ودي مع راجع الكوميساريه، قام عند قمر. اما فايزه بقات تما كتبكي بحرقه، ما مصدقاش هادشي اللي وقع لها هاد النهار، وهي اللي كان كيحسب لها سيف غادي تقبل مشاعرها ويفرح ملي عرفها كتبغي. راه بحال هادو كاينين كثار وما اكثرهم، اللي غير كيضحك لها الراجل هو راه غادير معاه الواجب ولا الصفوب كيحسب لها صافي، راه ملي كتقلبو كتولي باغا تربيه واخا يكون مزوج ووالد عشرة. حدا ورجع لكم العيالات. مهم سيف وصل الكوميساريه، مشى للمكتب، دخل ما لقاهاش تعصب، هز التليفون كيصوني لها ولكن كتقطع. شويه طفاتو تعصب وخرج باش يمشي للدار، طلع نيشان البيت ومحل الباب كيتصدم ما لقاهاش. دريسينغ بجبدو حوايجو، غمض عينيه وطلع راسه الفوق كيصوت، مشى عند مو يسولها على قمر ولكن حتى هي ما شافتهاش. خرج من الدار كب كيقلب عليها الدروبه شوانط، داز عليهم والو بحال لا تشقات الارض بالعاته. شويه تفكر دوحه تقدر تكون مشات لعندها، ديك الساعه مشى بالجره لعندها ملي حلات ليه تصدمات انت، ويبدا كينهج قمر، كاين قمر لا ما شفتهاش، ويغمض عينيه ورجع حلو ما درتيش مع هاد النار. لا والله ما درت عليها، علاش واقع صافي شكرا. مشاو خلى هادو حاكه تشوف، رجع ركب داير يدي على الفولوم مغمض عيني وكيفكر غير فين ممكن تمشي. مشى بعقلو 7 سنين قبل بالضبط نهار هربات وخلاتو، درتيها تاني قمر، هربتي وخليتيني. وغنسول هنا واحد السؤال كنتمنى تجاوبوني عليه بنظركم، شكون غلط هنا، واش سيف ولا قمر؟ اعطيكم انا الراي ديالي، في رايي انا نورمالمون كان خاص يتبع مراتو هي الاولى، يفهم شنو كاين عاد يتبع الاخرى اللي بغى يتبعها، ماشي يخلي مراتو ما فاهمه والو عند راسها وعند بالها بلا كان كيسمع ليها عاجبو الهضره ديالها، وفي التالي مشى تابعها ومخلي مراتو اللي حامله بولدو هكا كحير ما بين الافكار اللي كتدار في راسها، ما عارفه شنو اللي صحيح وشنو اللي غلط. عاد ساعه ولا لو اعلم شحال عاد رجع لعندها يفسر ليها. انا في راسي بالله هو اللي غلط، ما علينا بقى شحال كيفكر حس براسو غلط معاها، واخا ما نوافيها والو ولكن ما كانش عليه يخليها ويتبع فايزه، كان بغى غير يوضح لفايزه الامور باش ما تبقاش فاهمه غلط، ولكن ها هو خسر قمر قيصوني والو. نهد تعيا ورجع للدار، داز من حدا اكرام بلا ما يشوف، اما يا حاضيه كيفاش باينه في عيان. نهدت هي ومشات لبيتها، دخل لبيتو كيفكر كيحاول يهدر راس ويحيد الافكار اللي كيجيو حاليا، مشى لواحد الفاز ضربو تتشتت اي حاجه بانت لي كيبرد فيها الاعصاب ديالو. تسمعت اكرام صداع دخلت لعندو بالجره بلا ما تدق، كيبان لها كيشير وباينه معصب بلا طريقه، بخوف قربات منو عنقاتو. سيف عافاك حبس، طر لها يدها اللي شاده فيه ويغوت هيدي لا تتهدن. بقى واقف هاز راسو كيصوت كيحاول يهدر راسو، يا مع نقاتها مشات تقابلات معاه. سيف مالك؟ مشات تاني وخلاتني. إكرام ما فهمت والو، دورت عليها على البيت بلا الدريسين كعبرون، عاد فهمات بلا ما تعصب دابا ترجع ويحرك لها راسو بلا. مشات هاد المره انا السبب قافيه، قربت لي عنقاته باش تواسي ولكن تردى حتى عنقها هويا. غادي نلقاك هي ما عندها فين تمشي، غادي تلقاها. خرج تاني كيقلب عليها، اما اكرام هزت التليفون كتعيط لها كتعيط والو ما كتجاوبش. قلت شحال كتفكر، طاحت على واحد الفكره، بقات كتدرب باش تقنط الدور. عاد دخلت الواتساب وصيفطات لها اوديو كتبكي فيه وكتقول لها فينك راه سايف دارك سيده، غصيفطاتو جلست كتسنى باش تقرا. دازت 10 دقائق وهي توقف فرحان ملي شافت قمر كتعيط ليها، خدات نفس طويل وجاوباتها قمر يس بالعريقه، اش واقع كيفاش كسيده؟ سيف كان كيقلب عليك ودار كسيده. بقات قمر شحال ساكته وهي تجاوب، واش دابا هو بخير؟
ما عرفناش فين كنتي باش نجي عندك. انا في لوطيل. شو في لوطيل؟ مع قالت له واخا واخا شويه نكون عندك نمشيو عندو السبيطار. واخا يلا ما تعطليش. قطعت معه ابتسامات بانتصار. مسحت دموعها بالعاني وعيطات لسيف ديك الساعه علمتو بلي كاين. مع الدخله وصل سيف للوطيل حتى كتبان ليه. وقف كيشوف اما هي مصدومه ما فاهمه والو ما عرفت راسها واش كتحلم ولا واش سيف مات ورجع كشبح. شافته كيقرب لها يلا بدات كتفهم البلان ويطلع راسها الفوق وضحكات مفقوصه. صفرات صفره طويله ورجعت شافت فيه ولا يني بنت الحرام ديك اكرام. يلا وصل عندها ويا الدور راجعتها كيشدها فين غدا طلق مني وسير غبر عليا كمارتك. علاش خارجه من الدار باش ما نبقاش نشوف وجهك؟ قمر ديري عقلك ورجعي فحالك راك حامله. هي تبتسم باستهزاء تماما وهذا الشيء علاش ما خصنيش نرجع حيت لا بقيت معاك غادي نخسر ولدي. حامله قال لك هذا الشيء ما فكرتيش فيه فاش خليتيني ومشيتي تبعتيها؟ لا تبعتها باش يتقاطع ما كيهمش علاش المهم تبعتيها واكدتي لي الهضره اللي سمعت منها. راه ما كاين حتى حاجه من داكشي اللي سمعتي. قمر يتنهد سيف خلينا نتفارقوا بلا صداع الراس. ولدك اللي على قبلو صابر عليا كيبقى ولدك راه ما غاديش نحرمك منه. واخا هادشي غادي ندوي عليه من بعد دابا يلا للدار وحيدي من هنا. للاسف غادي نبقى هنا حيت ما عنديش عائله عندي ما نخدم. ساكت كيشوفها ويتنهد بغيتي ترجعي ياك مستحيل رجع. قمر سيف سير في حالك عافاك رجعي يلا للدار وانا غنخرج منها. لا راه ما يمكنش نخليك هنا يلا ولا غنديك بزز. قلت لك لا واش ما كتفهمش ويغوت تحركي ويا تقول له سايب نفس الحده ما محركاش. يلا واخا شدها جاره وهي كتنطر شبعات فيها الضان قريص قميش ولكن والو ما طلقهاش. سد على هذيك الساعه ومشى كيهبط في الباليزه ديالها اللي كانت ديجا مجموعه التخربيق ديالها. حل الطوموبيل غيحط الباليزه هي غير شافته حله ضربات بسلته شاف فيها رجع شاف قدام وحط الباليزه على خاطرو عاد مشى تبعها دغيا شدها اكيد. بقى جارتها وصلها للطوموبيل ركبها هي مع سخفات صافي استسلمات. بقات هكا تنهج وتسفر ديمارا موقفتها لقدام الدار. خرجت معصبه بلا ما تسناه ودخلات في حين هواز الباليزه تابعها. تا كيلقاها واقفه في البيسا كتصوت حط الباليزه مشى للدريسينغ جمع حوايجو خرج هو نيت بلا ما يدوي معاها. بقات حاضيه تغبر عاد بدلات حوايجها وتخشات بلاصه ببروده. اما هو راه مشى لعند يونس تقريبا نهار على قدو. سوريا كتسول في قمر شنو واقع شنو واقع مبغاش تقول ليها. عيطت لباشير اللي كيسمع ليه. جا الباشير عيط لسيف تا كيتم داخلها شافتو قمر محملهاتوش. بقى كيهضر معاه على الزواج على الموده العلاقه بين الزوجين كيحاول انه ينعي باش يلعنو الشيطان ويهضر مع قمر قال له حاولي انك تنازلي. تقول له قمر يموت ولا يجلس ما سوقيش المهم عندي غبر عليا وجهو اللي ما بقيتش حامله نشوفو. سيف كان مربي يدي حاضر راسو كيسمع الباشير ما اسمعش. قالت قمر الزعيني فيها دغيا كيشوف يتشوف فيه بتحدي قبل لا شوفاتو اللي منهم عرفات بلي هضر زق صحاتو ونزلت عينيها. بقى شحال كيشوف الباشير ويقول له يلا نخليك عمي. خرج بلا ما يزيد ثانيه فداك الصالون. اما هي عطات على لسانها كتحرك في رجليها ويتلفت عند الباشير حشومه بنتي هاد الهضره اللي قلتي هاد الهضره راه ما كتقالش. نهض ويوقف والله يهديكم. مشاو خلاها جالسه كتفكر في هادشي اللي وقع. في التالي وقفت دخلت لبيتها ودازت ثلاثه السمانات اليوم الخطوبه الرسميه ديال يونس وسلمى. جالسه في بيتها لابسه قفطان جوهره سامت في الباش طالقه الشعر دايره ميكاب خفيف حداها قمر اللي كانت لابسه فراشه انيقه كرشها باينه بحكم ولات في شهرها السادس. طول هاد المده مره شافت سيف ولا هضرات معاه ما عمرو ما جا للدار. مره كيكون عند يونس مره عند باه اخوه. ما تنكرش انها بغات تعرف اخباره ولو غير من بعيد ولكن ما راضياش تسول عليه ولا تسول شي حد عليه حتى هما ما كيجبدوش سيرتو وهي كاينه. ومن داك النهار ما حاولش شي حد يدخل بيناتهم. اكرام ومنى وحليمه كلهم كانوا عندها في البيت لابسين مقادين كيهدنوا فيها وهي كاع تفارك كلاسو من التوتر. سلمى وهي تشوف منى كتحرك في رجلها بالخلعه باقي ما جاو. بدات منى كتضحك لا باقي وهادشي غير تهدني انت مالك. وهي تقول القمر فضول شكون بعدا ياك يونس ما عندو حد. قالت لها منى لا راه غيجي معاه فخر وسيف. قمر غا سمعت اسم سيف قلبها تهز من بلاصتو. تدخلات سوريا مشات لعند سلمى غا شافتها وهي تسولها وبابا. سوريا تنهدات حركات لها راسها بلا. سلمى حضرات راسها للارض بحزن والدموع في عينيها. كانت بغات باه يكون معاها في هاد النهار ولكن هو رفض يحضر. هبطات سوريا حليمه منى بقات قمر واكرام مع سلمى.
شويه كيسمعوا الهضره كتير على التحت. سلمى بدات كتحرك يدها وتصوت باش تحيد الخلعه. قمر كتسنى سلمى تهدل باش يهبطوا مجموعين، بغات غير امتى تشوف، واخا بقى مقلقه منه ما بغاش تهضر معاه. اما اكرام مسكينه ما كرهاش، بقى غير في بيتها ما بغاش تشوف فخر حيت عرفات وما حاملش يشوفها. اخيرا شافت سلمى فيهم، لخذت نفس طويل. صافي يلا، يتقول لها قمر ايوا على سلامتك، خرجوا ونازلين يهبطوا. تا كتحبسهم سلمى، لا لا صافي رجعوا، ما بقيت باغا لا خطبه لا والو. عاد ثبت قمر تيدوزي هي المسلوته تحركي قدامي، مسكينه حيت الحماله غلطات ولا تعاير فيا انا، راه غتولدي ترجعي كي المسطره تاني. ايوا اخي اختي انا مش طاره، غدوزي الدردبه مع الدروج. ويا تقول لها سلمى شفتك زربانه باغا تهبطي، هي تغمزها اش تما توحشتي ياك، توحشك الفعه تحركي خلاص. يا تقول سلمى اوف وانا يعني الخلعه شدت فيا، يلا صافي تما غادي نهبطي. قمر وسلمى شادين بعضياتهم، مخلين اكرام غا كتشوف فيهم وتضحك عليهم، مره مخاصمين مره راه حبابات. وصلوا دخلوا للصالون اللي كان مجهز الخطبه، وحطت فيه داكشي اللي جاب يونس معاه، وطبعا كاع داكشي من اختيار سلمى. قمر بعد دخلات كتقلب عليه بعينيها، كيبان لها جالس بكامل اناقته حدا يونس وفخر والبشير كيدويو، بقات شحال كتشوف فيه. فالتالي حيدت عينها من عليه ومشات جلسات حدا البنات. اما يونس ملي شاف سلمى مبقى هبط عينيه، وهي ما شافتش كاع، مشات نيشان جلسات. اكرام جلسات وبقات كتشوف فخر اللي ما كانش مسوق لها بتاتا، ما شافت حتى شوفه وحده. داز الوقت وباغا مجمعين شويه، بدا البشير كيهضر ويعاود لهم على الزواج، الايجابيات ديالو وشحال من حاجه، كلهم ساكتين كيسمعوا ليه بتركيز. قمر مره مره كتهز عينها في سيف، كتلقى مهبط راسو كيتسلط لكلام البشير. حتى وصل الوقت العشاء وتجمعوا على الطبله كاملين، اما مراسم الخطبه خلاوها حتى لمورا العشاء. قمر بقات معطله، وملي جات لقات بلاصه وحده اللي خاويه هي اللي حدا سيف، ولا سكات صوت وجرات الكرسي بالنطره وجلسات. شافت فيه الساعه لقات وكاع ما ديها فيها كتاكل وحاضيه سيف نص عين. هزات الموز وهي تخبطو مع الطبله، والو ما شافش فيها. هزات الفرشاه طلعت في الارض دايره داكشي ديال الدراري الصغار، شافت فيه لقاتو ما مسوقش ليها، بلعات ريقه بالفقصه ويلا جات تحنا باش تهز الفرشاه، حتى كيسبقها وكيهزها وحطها في الطبله ورجع كمل ماكلتو بلا ما يتلفت. رجعت كتاكل تشوية حتى طراتها مخنوقه، وقفت مشات للجرده. خرجت ضحكات بالفقصه من هاد البرود ديالو، ما جا سول عليها ما هضر معاها، بقات شحال كتشم الهواء وتهدر راسها. تحست براسها تحسنات، دارت بغات ترجع وهي تدخل فشي حد، مع هزات راسها وهي تشوف واقف كيشوف فيها ويحط يديها الحنكه ما كتسلميش. قمر يتخنزر فيه، علاش غادي نسلم بالسلامه ويتنصر لي يدي وما تقيسنيش؟ مازال مهداك الله، مازال ما بغيتي تفهم راسك وتبعد مني، غادي تبقاي مقلقه مني؟ ما جاوباتوش، هي تشوف فيه بحده، ضربات فيه وزادت صيف ضل جيسه بقى كيشوف فيها تنهد وتبع لداخل. وصل وقت المراسيم، لبسوا الخوات وكل واحد كيبارك وهكا، والدنيا راكم عارفين الاجواء ديال الخطوبه. تقرات الفاتحه، جا الوقت باش يرجعوا في حالهم. اكرام كانت هزت صينيه الحليب وغدا بها الكوزينه، حتى كتدخل فيه كتخوي عليه الحليب وكطيح صينيه. هزات عينها فيه وهي تصدم، ما لقات على من تخوي الحليب غا هو بالضبط. بدات كتمسح ليه في قميصو، اسمح لي اسمح لي والله ما شتك. فخر كشر ملامح بقارف وتنطر بالجات، ترجعت اللور خير مره تقيسيني كتفهمي، انا كنت بغيت غير ويغوت تقيسينيش يا بنادم كتعيفيني. خنزر فيها ومشى بالجرا للبيت اللي كان كيبات فيه، حل الماريو حيد منه التيشيرت من الحوايج القلال اللي خلا، وحيد القميجه مشمئز منها، لبس التيشيرت عاد حس براحه. هاد الشعور بالقرف اللي كيحس به فخر تجاه اكرام ناتج على الغدر اللي تغدر به من طرفها. كاين اللي كيجي على شكل حساسيه كتنوض فيه الا مشى تقاتو داك الشخص اللي غدرو كان هو كيثق فيه بزاف، اما في حاله فخر فيه كيحس بالقرف والاشمئزاز، وكيولي خصو ضروري يغسل البلاصه فين قاسو ولا يبدل حوايجو، وهذا كيتعتبر حتى هو مرض نفسي. اكرام بعد ما مشى فخر تنهدات بحزن، وبطات كتجمع داكشي اللي طيحات، كتجمعه كتحس بشي حتحنا كيجمع معاه ست راسه. لقات سيف، سيف سيري سيري انا غادي نجمع هادشي. لا لا غير خليني، ويوقفها سيري ترتاحي بنتي ليا ماشي هاديك. بقات كتشوف فيه في التالي ابتسمات ومشات، كمل داكشي تمشى لحداك شي في الدارو حتى سالت الخطبه. كل واحد مشى فحالو منهم، سيف اللي مشى مع فخر بعد ما هاد الاخير طلب منه يمشي معاه للدار. في العشيه ديال الغد ليه
مولا اتصلت بقمر طلبات من الناس تمشي معها لواحد الحفله ديال صاحبتها، ما بغاتش، بقات عليها كتقول لها عافاك غير الله زوينه غيعجبك الحال، حتى قنعتها. ديك الساعه بدات كتوصي فيها بعدا قبل تلبس مزيان وتقاد، لان الحفله راه غيكون فيها الناس الهاي. مشات للدريسين كتقلب كتقلب، حتى اختارت كسوه طويله في الذهبي مزيره من جهه الصدر ومطلوقه من جهه الكرش وعلى حساب الحماله، وطلقات شعرها ودارت ميكاب خفيف وجلست كتسنى منى حتى اللي وصلت عندها. غدا ويويا كتسولها في الحفله وهي كتقولها انت غتشوفي. وصلوا حتى لحدا البحر، دارت قمر واستغربات دايره الحفله في البحر، ها انت غتهبطي وغتشوفي، يلا سبقيني بين ما بلاصيت. لا لا غصبري نتسناك، يا ودي الله يهديك غنسيري سبقي، يا تنهد واخا يلا، وها انت سبعي دوك الضواو. قمر حركات لها راسها بوخا، حطات تابع دوك الضواو تلقات راسها وسط الرمله، وديك البلاصه كامله مزينه بالورود بالاضواء. بقات كتشوف داكشي باعجاب وعلى وجهها ابتسامه، شويه كيتشعلوا شي بولات على شكل اتجاهات، حقدات حوايج باب تعجب وتبعاتهم. مدة قليله وهي كتمشى حتى كانت المحطه ولا مجهزه بطريقه راقيه محاوطينها ورود بجميع الاشكال والانواع. جمعات فما قربت للطبله وهي تبان لها ورقه على شكل رساله مكتوبه فيها الى قمر، ما فهمت والو، كتدور عينها مستغربه. في التالي هزت ديك الورقه وحلاتها، بدات كتقرا داكشي اللي مكتوب ملامح بارده بحال ما كتقرا والو. الرساله اللي كان مكتوب فيها: احببتك يا زوجتي وساظل احبك وساكتب لك عن حنيني واشتياق اليك وحبي لك وما يدور في خلدي لعلك تعلمي انك ملكت عرش قلبي، ساكتب لك دوما انك حبي وعشقي، كلماتي ارويها اليك من قلبي، قلب يناجيك ويشعر بالحنين اليك، هذا عقلي ترك لقلبي الحديث وهذا قلبي يحمل حبا وحنين، فهل تقبلي بي؟ هذا قلب ينبض من أجلك، فهل ستعودي لكوني كما تكوني فأنا عاشقا لك؟ إلى قمر. ما زالت القراية كتحس بيدي محاطين خاطرها، نفضت يديها وزيرت على الورقة، سكتت مع صوته قمر، بلعت طريقة وحلت عينيها لحد الورقة وحيدت ليدي، دارت لعندو كتشوف فيه، رجع قرب منها حط يديها على حنكة، قمر رجعي ليا. وصلت يديها وضحكت بالزيزاء، كيحسب لك إلا شعلتي بولات وشتتي الورد فوق الرملة غادي ينسى لي درتي؟ قمر أنا ويات قاعدة، تا شنو؟ تا تبعتي وحدة باغا تفرق بيناتنا وخليتي مراتك بوحدها؟ تبعتها سيف متحاولش. قمر سكتي شوية سمعيني اش بغيت نقول. ربعت يديها ودارت لي حركة مع نهضر ويتنهد، داك النهار سبعتها حيت أنا السبب في اللي وقع، أنا اللي خليتها تفهم غلط، ترجمات معاملتي ليه على انه حب، واش تبعتها شرحت ليه اللي كاين بلي ما كان بغيهاش وعمرني نبغيها، بلي كان بغي وحده اللي هي انت يا قمر، داكشي علاش بلا ما تقصحي راسك وقلبك ورجعي ليا. تخيليش كي دازو عليا 3 سيمانات بلا بيك، ما نقدرش نتخيل حياتي كامله بلا بيك، ما بغيتش نرجع نعيش داك العذاب اللي عشتو دوك 7 سنين وانت بعيد عليا. سكت شويه ورجع كمل، سمح لي يا قمر وعطاني فرصه اخرى. بقات ساكته كتسمع ليه، خلاتو سلسل هضرتو وهي تصدمو، عمرني نسمح ليك عمرني نرجع ليك، مبقيتش باغا نبقى معاك ودارك رجع ليه من بعد ما نولد ولدي، ديك الساعه غادي نمشي في حالي اكيد ملي نتلقو. ضربات فيه ومشات مخليها واقف بصدوغو، حد راسو لتحت زير على قبضه يديه، غمض عينيه وبقى كيتنهد بحزن، بقى عارف ما يدير باش يخليها تسمح لي وترجع لي. وهنا البنات ديرو الصف نصفقو القمر، عطاتو قمعة يموت وما ينساها. إوا دابا نرجعو نتأثرو معاه، شتا الطاكسي ورجعت للدار كأن شيئا لم يكن، بحال ما هرساتش لواحد الشخص قلبو وخلاتو مقابل البحر بحزن. بعد يومين على داك النهار وفي ليلة كئيبة بالنسبة ليه هو فقط، جالس في الجردة وسط الفيلا ديال باه كل مرة كيتنهد بحرقة، واحد الحزن والفراغ كيحس بيهم حاليا ما كيتوصفوش. ندم على النار اللي تبع فيه فايزة، وكون عارف وكون عارف باللي هادشي غادي يوقع كون خلاتهم بحرها تفهم غلط ولا تجلس. وغارق في تفكيره حتى كيجي اتصال، شاف شكون كشر ملامحو قطع وحطو في الطبلة. ديك الساعة رجع سونا تاني ولا كيصوت، هز هاد المرة جاوب: شنو بغيتي؟ يا تقول له فايزة سيف عتقني، ويتقاد في الكلسة اش كاين؟ تهجم عليا واحد بغيت يتعدى عليا، سيف انا خايفه بزاف عافاك اجي.
تدني انا غادي نعيط للبوليس. لا لا عفاك اجي ما بغيت حتى حد يقرب ليا، انت الوحيد اللي كان تيق فيك. بقات كتبكي بحرقه ومزير على قبضة يديه، ما حاملش يطيح في هاد المواقف. كيف ما عنده ما يدير؟ اولا وقبل كل شيء هذه خدمته مفروض عليه يحميها. واخا انا جاي سدي عليك الباب ما تحلي لسا واحد تنجي. واخا واخا قطعت معاه وديك الساعه مسحات دموعها وشافت في الكاميرا اللي مخبيه في بلاصه مستحيل يشوفها شي حد وابتسمت بشر. اما هو وقف خرج ديك الساعه غادي مكسيري لعندها، مشى كيجري كيدق يدق رجع اللور كيتسنى تحل دقائق حلت ليه الباب والدمع في عينيها كاع حوايجها مخربقين مخطين. شاف حالته عيني يخرجوا وزير على يدي، شكون هذا اللي تهجم علي؟ عفاك دخل هو الاول ما بغيت حتى حد يشوفني. نهاد ودخل معاه مشاو للصالون تبقات وجلسات. شافته ودارت لي حركه بيدها باش يجلس. نهاد وجلس. شنو وقع؟ فين ماماك؟ في السبيطار حيت مره مره كتبات فيه على حساب المرض. شكون هذا اللي دخل عليك؟ ويا تحط راسها على كتفه ما عرفتوش ما بغيتش نعرفه. بعد لا راسها بلا باقه بلا ما يحرجها. يلا واخا لبسي حوايجك ويلا معايا للكوميساريه باش نقدموا شكوى ضده. لا لا بلاش خليني معاك. حطات ثاني عاود راسها على كتفه. هنا سيف وقف ديك الساعه ويشوف فيها. دخل عليك واحد باغي يتعدى عليك ورغم هادشي ما بغيتيش تربعي شكوى ضده؟ وقفات وهي تشد لي في يدي. سيف انا ما بغيتش صداع الراس، داكشي علاش فضلت نعيط لك انت. انت راه يدها وهضر معاها بحده. فايزه ما عرفتش علاش باغا توصلي بالضبط، ولكن ديري بالك بلي داكشي اللي كتخطي ليه راه عمرك توصلي ليه معايا. دويت معاك بالخاطر في الاول ولكن كيبان ليا انت ماشي النوع اللي كيمشي بالخاطر. ويقول لها بصرامه هذا كيتعتبر بالغ كاذب، من الواجب ديالي نعتقلك دابا، ولكن ثقيت فيك وجه الله على قبل امك اللي في السبيطار. ويحذرها غادي نقولها لك اخر مره فايزه، بعدي من طريق احسن لك. كمل هضرته وخرج من تما مخليها كتزير على يدها بعصبيه. حركت راسها بواخا ومشات جبدات ديك الكاميرا اللي كانت مخبيه. مشي عند قمر اللي دخلت البلاصه اللي فيها الحوايج ديال سيف. كتبقشش كتبقشش تهزات واحد التيشيرت ديالو كتشمشم فيه شويه رجعتو لبلاصتو. الا بغات تمشي حتى كتلمح واحد بواطك حله حله حتى كتصدم. كانت في نفس السنسله اللي جاب لها سيف قبل 7 سنين. بقات شحال كتشوف فيها شويه ترسمات على ابتسامه على شفايفها وصدات البواطه رجعت لبلاصتها. هبطات لتحت حتى كتلقى حليمه هازه في يدها واحد الظرف. قمر وي حبيبه هذا وصل دابا شويه مكتوب عليه سميتك. تعجبات شنو هذا؟ ما عرفتش شوفي شنو في حلي. بات مع عندها الدار مشات للدار الجرده جلسات بانوا لها شي تصاور واحد الرساله. عقدات حوايج بازات تصاور كتشوف فيهم كانوا تصاور ديال فايزه فاش كانت حاطه راسها على كتف سيف وفي ظهرها. قمر بقات كتشوف دوك التصاور كدوز فيهم وحده بوحده بلا ما دير حتى شي ردات فعل. تسالات وحطات مع دزات رساله كتقرا فيها. وانتي كتقراي رسالتي غادي تكوني شفتي التصاور اللي كيبينوا بلي سيف راجلك كيجي عندي كل ليله كينساه ماما وسط اللي انتي سبابهم. دابا غادي تكوني متاكده بلي سيف ما كيبغيكش وكيبغيني. كنتمنى ديري شويه ديال النفس وتعطي اتساح حيت راه باينه فيه ما حاملكش. هي انتي اللي دايره فيها يوم كلخا. مع قرات اخر كلمه حطات الرساله وضحكات بسخريه وجبدات التلي ديالها وعيطات لي بورودة قاتله. ديك الساعه جاوبها قمر اجي دابا للدار. الو باقي ما كملها قطعت وحطات التيلي وربعت يدها كتسناه. ما خداش وقت بزاف باش يوصل. دخل طاير كيقلب على بعيني حتى كيلمحها جالسه بالجرده مشى لعندها كيتسول مخلوع عليها. تقابلات معاه ويا تهزيدات حتى للسما ونزلات عليه بترفيقه للوجه. ويشوف هو ديك الساعه فيها مصدوم. رجعت شافت فيه زاد داكشي مداتو ليه. اش هادشي؟ سيف كان مغمض عيني مزير على فكو كيتسنط لديك الطرشه اللي خدا. اسمع اش قالت حل عيني شاف فيها اش كاين. يلا شدو شوف خدا التصاور والرساله وباقي كيشوف فيها. حول عيني لي داكشي اللي هاز حتى كيتصدم. سد عيني ورجع حلهم. البارح عيطات عليا وقالت لي شي حد تهجم عليها. داكشي علاش مشيت ولا ما تيقتيش؟ عندي تسجيل المكالمه. اوه بصح واخا يلا قرا الرساله. زير على فكو حلا الرساله كيقرا. بداو ملامحو كيتبدلو وهو كيقرا داكشي اللي مكتوب. تسالا كيفاش الورقه لاح معصب. انا غادي نمشي نتفاهم معاها. يلا دار بغا يمشي حتى كتشدو قمر. انا اللي غادي نمشي هاد المره حيت هادشي صيفطاتو ليا انا ماشي لك انت. عطيني عنوانها. لا ما غتمشيش. يا تقول له بصرامه سيف عطيني العنوان. بقى كيشوف فيها في الثالث نهاد وعطى العنوان. اوكي انا رجع دابا لخدمتك يا تشوفي حسابي معاك هو الاخر. وخرجت قمر من الدار وهاد المره خدات الطوموبيل ديال كرام ركبات مشات للعنوان اللي عطاه سيف. مسافه الطريق كانت وصلت للدار اللي ساكنه فيه فايزه.
باي فايزة اللي في بيسة كتسمع الدقان، حلت الباب كتصدم. انتي ما دواتش مع حتى جمعت لحنكة بتصفيقة تفقدت توازن وكانت غادي تطيح كل ما شدتش في راسها. يتشد على حنكة كتشوف فيها، كان احتضر بعد على الدخلة ديال الأفلام. ودابا ممكن تخليني ندخل؟ فايزة بلعة طريقة وبعدها تخليها تدخل. دخلت كتدور عيني على الدار، على الدار سانتا. جيت باش ندوي معاك، قالت لها فايزة تبعيني. سبقات مشات للصالون وهي تجلس، قامت بقات كتشوف فيها شحال وهي تنطق. انا من طبعي ظريفة مع كلشي، قلبي مجد ما كان حقدش، ولكن انتي من الاول نهار شفتك فيه ما ارتحيتش ليك، كنت حاسه وراك ديك الابتسامه البريئه ديالك كاين دماغ شيطاني كيخطط ويفصل باش يوصل داكشي اللي بغا. وفعلا احساسي كان صحيح، وطلعتي وحده ما عندها لا نفس لا كرامه، حيت باش تحاولي تفرقي بين جوج كيبغوا بعضياتهم خاص تكون سميتك فايزه الشيطانه. مالينا راجلي انا كنعرفو مزيان وكنثق فيه، مستحيل تجي وحده بحالك تخسر داكشي اللي بيناتنا. حيت حبيبه تفرقنا سبع سنين ورغم ذلك مازال كنبغيه، واهم حاجه مازال كيبغيني. سيف العيب ديالو هو تعامله الزوين مع جاز، طبعا حتى انا بحالو، ولكن على الاقل انا كنعرف من الانسان المزيان ومن اللي قلبك بحال بحالك. واخا هادشي كامل اللي درتي ما غاديش نكرهك وما غاديش نتمنى لك السوء، بالعكس غادي ندعي معاك باش ربي يوريك الطريق الصحيح ويبعد عليك دوك الافكار ديال الشيطان اللي غادي يخرج عليك. ما بقاش فيك الحال على ديك الترفيقه، حيت عطيتها لك على قد مصلحتك، باش نهار تفكري تدخلي بين زوج مزوجين تفكريها وما تعرفي ترجع لك العقل. سكتات شويه وهي تتكلم هذه المره بحده، هاني غادي نحذرك والمره الاخيره. راجلي افايزه اعطيه ابتساع وهي توقف. ودابا نخليك نتمنى كلامي يكون وصل، يلا باي. خرجت سدات الباب، خلات فايزه كتبلع الغصه وطالقه دموها. حتى هي ما كانتش باغا توصل بها الدرجه تدخل بين جوج، ولكن الحب ديالها اللي خلاتها مع الحقيقه واللي هي ان سيف كيبغي خمر وعمرو يبغيها. مسحات دموعها وقررت صافي تمحي من بالها وترجع لحياتها وتبعد كاع من الرجال. قمر ما خرجت مع سيف عيطات لي سولاتو فينو، ملي قالها في الخدمه قالت له نتلاقاو في الكافيه لحدا خدمتك. قطعات ديك الساعه ولات لعندو كتقلب عليه، تلقات وجالس مربيه يديك يشوف الزاج، نهدات وجلست حتى تساكه وجرات الكرسي. شو وقع بيناتكم؟ غادي تنسى شو وقع بيناتنا وغادي تسمع ليا حتى الاخر، حرك لها راسو بوخا. اوكي انا غادي نجيك من الاخر، داك الكلام اللي سمعت من هذاك النهار والتصور اللي شفتو من اليوم كنت عارفه هادشي كامل من المخططات ديالها، وبلي انت ما عندك حتى دخل في هادشي، حيت بالنسبه للصور كان واضح انك ما مرتاحش في الجلسه. من غير هادشي انا كنعرفك مزيان ومستحيل نكذبك، انت تيق وحده ما كنعرفهاش. وقطع صيف وعلاش هربتي؟ باش تربى حيت ستي فيه بزاف ويصفى حاجبه. واخا كملي دابا اسمع، انا اليوم وفي هاد الساعه وفي هاد المكان كنحضرك يا سيف، والاخر مره دير عكس كلامي بحال داك النهار، حيت هاد المره ما غاديش نرحمك. وما تحلمش عاود تشوفني لا انا لا ولدي. ملي نقول لك ما تبعهاش ما تبعهاش كيف ما كان السبب ما تبعهاش، حيت انا اولى لك من اي وحده، وكيما بغيتي كلامك يكون مسموع فانا كذلك، فهمتي؟ بقى حاضي ملامح الجد ديال اللي اول مره كيشوفهم. نهد وحرك لها راسه بقى. دودو دابا لحاجه اخرى، منى اكرام حليمه سلمى وتوريا وانا حنا الوحيدين اللي كنستحقوا ديك المعامله اللي كتعامل بها كاع الناس وخاصه البنات. شي الاخر لا سمعتيني اش قلت لا من غير الخدمه البنات ضرب عليهم مره، حتى في الخدمه علاقتك بهم تكون في حدود. كنقولش لك كون خايب لا بالعكس، ولكن حيت بداك التعامل بلطف مبالغ فيه راه كتخلي الناس كيفهموا غلط كيما وقع مع فايزه. فهمتي دابا كلامي ولا لا؟ عاود حرك لها راسه بقى. وحاولت تولي تحكم شويه في اعصابك، ما تبقاش تعصب على اتفه الاحواج. انا بدوري غادي نحاول نعاونك تحيد ديك العصبيه المفرطه اللي ولات فيك، حيت توحش الصيف ديال شحال هادي وما كرهتوش يرجع. صيف بقى كيشوف فيا، غادي نحاول. تفهمنا ياك كلامي واضح؟ قال صيف اه. قفات وقربت لي سرحت يدا وهي تقول له ابتسامه واسعه، ودابا اجي عنقني. ابتسم وتنهد براحه، وقف وجر لعندو مع النقا ويعقد حواجبه. ولكن بلاتي ملي كنتي عارفه بلي داكشي كذوب علاش صرفقتيني؟ ها دابا حيت سمعت بلي التصرفيق كيحرك الدوره الدمويه عند الحامل، داكشي علاش؟ ويتنهد قمر. وصافي ما تكونش حتى تايا. اوف على نسيتي شحال مره ضربتيني انت؟
واخا يلا نتفقوا لي دابا على واحد الحاجه. اوكي ليا تقيسيني ما نقيسك يا تقاطعوا دغيا. لا حس في حاجه واش ديدا كيلعب لها بصباعه عرفتي المره الجايه وتحطي يدك عليا ديك الساعه هاد الصباع شنو غادي يوقع ليه؟ اشنو غادي نقطعو بطراف. خلعتيني ما علينا ولدك فيه الجوع بغا ياكل ويحطي يدو على كرشه. دابا نجي في الشهر السادس ياك. علاش خصنا نعرفو واش ولد ولا بنت؟ لا لا بغيت ثاني ولد نعرف. واخا لي بغيتي شدها من يديها وجلسو طلب الغدا بقى مجمعين بما يوجد. الا كان ولد شنو نسميهم؟ ما عرفت شوفي نسي بدات كتفكر. جاك جاك مالا انا ولدي كلب ما عجبكش. اوكي ملي تنفكر ريكي بقى كيشوف فيها شحال. واش انتي شدي شويه اوف يلا صافي سمي انت. واخا يلا ولا كانت بنت لا بنت حتى اللي تسميها يتصغر عينيها. اش اسم كيعجبك؟ شمس يا سخن زرفي. شكون شمس؟ هو يبتسم ليها بنتي. علاش بالضبط شمس؟ حيت انتي قمر وهي شمس. عاد يتبتسم صافي حبيت صيف ابتسم وحرك راسو يمين وشمال وجا الغدا كلاو مجموعين بعد ورجع لخدمتو وهي رجعت للدار. كيدوزو ايام وايام واكرام ديما حاسه براسها بحال من مدمناتو تحت ما كيهضر معاها من غير قمر وسيف وحليمه. بعض المرات قررت انها غدير واحد المبادره غتمشي وغتهضر معاه فخم وتحاول انها تشرح ليه كل شيء وتوضح ليه داك سوء الفهم اللي كان واللي خلاها دير داك الشيء بزز باش تلاقاها. باش قبل ديك الساعه بدات كتحاول انها تشرح ليه كيفاش فكرات وكيفاش تصرفات. قالت له فخر انا من النوع اللي كيحقد بزاف ما كنتاش دغيا داكشي اللي درت واخا ما عندوش مبرر ولكن درتو بسبب الحقد ديالي عليك. ساكتي اديتي سيف بزاف من قبل بسببك تحنا ليك وتقاس في كرامته وبسبب التلفازه اللي شفرتي اضطرينا نعسو في صدق الايام وحتى لقائنا من بعد 7 سنين كان في ظروف خايبه. هادشي كامل خلاني نكرهك ونحقد عليك ولكن كنت كنقول لك كتبقى خو سيف. داكشي علاش كنت كنبعد عليك ما امكن ولكن ساكتي في كل مره كتقرب مني وهادشي ما كانش عاجبني ولكن كيخليني ما مرتاحاش ومن حقي ما يعجبنيش الحال. ما تنساش شحال من مره تقربتي مني وبلا اذن مني وهادشي كيعتبر تحرش. انا جينا نشوفو هادشي كامل كنت كندوزو ليك من بعد ما كنعايرك على امل تفهم راسك ولكن ديك الليله تماديتي بزاف فخر. المهم هادو اسباب كافيه خلاوني نبغي نرد دقتي ورغم ذلك انا تماديت في الانتقام ديالي حيت ما عاديتكش غير انت تسيف وسلمى وسوريا وهاد ثلاثه خاصة سيف عمرهم أداوني. لذلك أنا اليوم بغيت نطلب منك سماحة باش نبداو صفحة جديدة وبيضة بلا حقد وبلا كرة. فخر كان ساكت كيسمع لها تسالات وابتسم باستهزاء. نبداو صفحة جديدة ويشوف فيها بحدة. أنا مبقيت حامل حتى نشوف فيك تي كتقولي نبداو صفحة جديدة وحدة حقودة بحالك قلبك حل مكتسامحش ومتنساش عمرا تبدل. غادي تبقي حياتك كاملة هكذا تيقي بيا. غادي يجي واحد الوقت تلقاي راسك بوحدك تحد ما معاك ويشوف فيها بشمئزاز حيت حتى حد ما يقدر يبقى مع انسان بحالك. من غير هادشي انا وليت كنعيفك البلاصه اللي تكوني فيها كنعيف نكون فيها. تخيليش فهاد اللحظه شحال كاره راسي وانا جالس معاك. دوز دابا النهار اللي وقع داك البلان انا مستحيل نفكر ولو مجرد تفكير اني نتعدى على بنت. خادرت بزاف د الحوايج ما كيشرفونيش حاليا ولكن ما توصلش ليا اني رخصاص وفوس الدار خويا مازال. وانا ساليت هضرتي خير مرة تعيط ليا ولا تباني قدامي تمن خويا اختي والوالده ما بقيتش كنشوفهم بسببك. قبل ما ننسى اعتذارك مرفوض. اكرام كانت كتسمع لي بكل كلمه كيقولها كتضرها في قلبها ورغم ذلك ما بيناتش. درت لي عليا ما غاديش نبقى نحس اني بالضمير على قبل داكشي اللي درت حيت طلبت سماحه صرفت الاعتذار ديالي وانا غادي نتقبل هذا الرفض. هزت ساكا وهي توقف كنتمنى لك حياة سعيدة. شافت شي شوفة أخيرة طويلة كتحس براسها بحال آخر مرة تشوف. نادات ومشات مع خرجت من الكافيه شدات في قلبها بألم. ديك الهضرة اللي قال كانت قاصة هي فعلا كتحقد ولكن ماشي وحدة خايبة أولا شريرة إلا ما كانتش ندمات على داكشي اللي دارت. ركبات الديمارات في نفس الوقت كان فخر خرج حتى هو ركب ديمارة صايقات الفوغوج وقفت شوية كيبان لها فخر طيس بسرعة بلا ما يوقف. عقدت حواجبها باستغراب وتبعتهم بعد وعطاها الضو الخضر الحق بلا سابقه وكيهرب من الطوموبيلات وهما كذلك حسات شي حاجه ماشي هذيك
سميت كسيري بالجد توصلت لعندو، بقات كتكلاكسوني عليه حتى شاف فيها، دارت لي حركة بيدها معناش واقع، ما جاوبهاش، رجع شاف قدامو، شويه كيبان لها الدخيل مع واحد الطريق محاوطاها الغابة، كيدوزو منها الكاميونات بزاف تبعات ولكن كان سابقها، كسيرة توصلت لعندو. كلاكسونات ثاني شافيه، وهاد المره دار لها اشاره بيدي بمعنى حيدي من الطريق، شافت قدامها وهي تخرج عينها ملي بان لها كاميو جاي، جهت فخر كيكلاكسوني عليه، شافتو باقي كيسوق، وهنا فهمات بلي الفران خاسر ليه، ولحسن الحظ مول الكاميو فهم البلان وقلب الاتجاه للطريق الثانيه. فخر هي ما يدير الاكرام بيدي اشارات باش تحيد، ولكن والو، شاف بلي الا بقى غادي في الطريق غادي يأدي مع ناس كثار، وتما قرر يدخل مع الغابه، داكشي اللي دار. ولكن إكرام ملي شافتو دخل تبعاتو، قعد تابعها تابعها غادي في ديك الغابة، فخر بان لي داك الجرف اللي كاين في النهاية ديال الطريق، جا باش يقلب الفولو لجهة الشجر، ولسوء الحظ ما بغاش، إكرام وصلت ليه، باين ليها كيتقاتل مع داك الفولو باش يقلب الطريق، شافت قدامها بان ليها الجرف اللي ما بقى ليه والو يوصلو ليه، سدات عينها بحسرة، نهدات نهيدة طويلة، بحلها ثم ضربات الطوموبيل ديال فخر حتى دخل في الشجرة، في حين هي ما قدراش تحكم في طوموبيلتها حيت كانت قربت بزاف للجرف، وكانت صايقه بسرعه، الشيء اللي خلى الطحيه وسيارتها من فوق الجرف. فخر كان حاط راسو واللي كان عامر دمايات فوق الفولو، غسمع داك الصداع ديال الطوموبيل اكرام اللي طاحت، حل عينيه وهز راسو، بقى كيقلب عليها ما لقاهاش، حل الباب هو دايخ وكيتمنى ما يكونش داك الشيء اللي فكر فيه بصح، خرج بعد معاناه، بقى غادي كيقرب وكيتمايل بسبب الدوخه حيت كلاها في راسو، ولكن ما جا فين يوصل حتى كان طاح مخبى عليه. نهايه غنعرف فيها شنو وقع بالضبط مباشره بعد الجزء هذا، ما غنتعطلش عليكم ان شاء الله. باي باي.